إن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميلو لبود الدنيا ذاك جوكتان مر لباد إمرسة دحان وحان إلا نهاي كسو دوادة ساوثن ميديا كوبرايشن أمرو لباد كاشان ورك حقيقوين كأه سياسة دا إسديدن إيكو إس أقول سنخسنا يسر سبيني إيجيز كأفريكا دقي استياشة إيدا ودياشة قيمة إيقايا لهاو رئيس الوسارة الصوماليا oo kismaayo u tahriibaya qodobkaasi ayaanu ku soo qaadan doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo warka aan idin siinayna waa war rasiin ah mar labaad iyo mar saddexaad qubanaha caawa waxa weeye waa hadhahadha soo dhawaada laakiin inta aanan u gelin arrinkaasi waxaan doonayaa hadii Allaah uu dale uu ka raali noqdo inaan u galno magaalada Muqdisho qarax ayaa ka dhacay wax yar ka hor qaraxaasi sarkuusta iyo daynila wadada gasha ka soo baxda iyo tan ma arkaysay macnihii kore ee ood weyni meesha isaga soo dhacaan ayaa qaraxaasi ciidamo meesha deganaa oo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ku baabeen qaraxaasi ma iska dhacaya maya casharada dambaad ka ogaan doontaa baasha maanta aan kuu sheegay xamar in saddex qaybood loo kala goostay iyo qayb Xasan Sheekh Maxamuud uu marmaraa in ay xamar hadda tahay maanta waa la shir qoolay shirqoolada dhacay waxaas oo dhan oo kuu sheegi doonaa horta qaraxaasi waa uu dhacay wixii shacab oo wax ku waxyeeloobay Ilaahay ha u boogadhayo wixii macnihii dhaawacyo ah wixii ku dhintayna Ilaahay ha u naxariisto annagana Ilaahay ha inoo naxariisto nafsadeenna safka dheer ee geerida ayaan ku jirnaa oo sabana akhir
ما حقيقين كرو لكن دنكا يا جنالي وحال شيغي لا شيغي واي قرح وين او معنيه لغو باباي انو كدعي لكن انغو مسؤوليه داس ما قادي كرنو ما حقيقين كرنو حقيقين تاس واكو ما قنا وركينا نسو غلينا مقكري حسن بره قدوميه دقمداسي قبل كهيران او علي جايت ماشا او جايستينا دم الجديد ايا ماشا كدلي عوضا ويشير قولين وحي هذا براه بلشادة سو قليين اما ايليهين قدوميها اساقو اسبارة قاضايا او اسبارة لدقال لما ايو ايا لدلي لكن وابنتوت انا اكو حقيق جراي ايقا خارجي قف والبقى هدودي وكوبية كيني كرا ايسليهين وحلق اللعوني لها سيفت ويس عطانين ان ناقو تحدر تحدر الهي باو امان قليا وحلق الله اسبربرين هاي هادا سياسة دا مركا قف والبقى حكومة دا هادا كسو ورجد وحلق مديد هادا هادا افايسان تاي ولا قلع ساسا سعطا قدب كاسي هادا واد اكتين حسن برماش اوكو مقيا كسماي انتان ان ادن محاد عاي مركا ما انتي وربان ادين شاقني ان نين قدوميكو حيجينكا بلشادة ميا وحنو عاسي دقمد الدافع دا مشابه لأي دنو عبد بليال ماركي سيمعني ووتي مرصدة ايليهين ان لو ويراري شباب ايكو ويرارين ميل اي دهان دونك واركي دابا قلب بدانا وكو سميني عبد بلياشا وحا اسكالها نين اي دهان تعفر او مرصدة او دشي او فور عولوس اح او حلدبان دولة دا فدرال كميد اح gabadhii airport-ka laga qaaday saacadka ahaydna qabay la sumeeyay islaantiisi waliba loo soo adeegsaday oo markayse badbaado qaran ka tirsanaa maxamed abdullahi farmaajo markuu villa soomaaliya joogay seedigiisi ninka markayse u istaagay madaxtooyada albaabkeeda ragaas oo kamid ahaa damul jadiid isaga iyo sanay abdullagaab iyo ragaas inay dilaan bay damceen xasan isagoo ka qararaya badbaado qaran tuu ayaan dhawayd marka hubka dhigisa la sameeynaa marka la dhahay qof walba hubkiisu la cararay waa kan Umar finish xataa waa la weeraraya Xasan Cali Qayre waa la weeraraya ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa la weeraraya waa tiila lahaa marka hubkii waxay ula carareen dhanka digil aw mirifle murusadaha waxay dhahan anagu awalba digil aw miriflaan ahayn digil aw miriflehanaan ku biirnay again hubka maadaama sidaasi xagga ay geeyeen hadda xisaabtii badbaado qaran in la bilaabo la damcay badbaado qaran maadaama la bilaabayo aasaaska ciidamada darad waxaan ku dhahay baraha ma sheegay laakiin ciidamada waa la ururinaya badbaado qaran ama ciidamadii hore nabad iyo nolol in xasan laga hortago marka xasan cabsidaas uu qaba taasa keentay in ciidamada misagawaa uu ku shubay oo lagu leeyahay hada darad marka abdibilayaashan aduud mayga aduud uu dhahaa maxaagana wuxuu dhaa amaamud wa badbaado qaran baa lagu amaamudahay wa ciidamadii la rabay in lagu amaamudo marka abdibilayaashan waxay ku buufsanaayeen tuutaha dawladda federaalka Soomaaliyeed bay ku buufsanaayeen laakiin waxaan ogeyn baan ku sheegayaa xasan ku yaay waad ogaanaysaa abdibilayaash markay soo dhaqaaqeen oo doonayaan in markay dhanka Muqdisho ay soo aadaan waa aagan daynila iyo aagan macnay qabiil wal meesha ku xoogan yahay buu wax ka aasaasa al shabaab ayaa dhexda u gashay al shabaab ayaa abdibila ka reebtay wararka qaar baa sheegaya qaar waxba la gubay iyo waxas laakiin hal abdibile hawada lagu dubtay iyadoo nool baa la kaxaystay waliba ciidamada daraawiishta dawladda Mainland ee fadhigeedu yahay degmada Walaweyn iyo yaqbar weyne ayaa u soo gurmaday haddii loo ciidamadaasi daraawiishta aan soo gurman lahayn iyaga iyo waxa saaran oo dhana waa la duban lahaa nolosha lagu kaxaysan lahaa laakiin wiilashii faraha fududa ee Mainland digil aw mirifle ayaa meesha macnaha ka buskiciyay shabaabkana meesha ka eriyay abdibilii hore ay u qabsadeen way kaxaysteen horta ciidamada Mainland daraawiishta hambalyaan lay gurmadka fiicanaa sameeyseen hayeeshee abdibilii waa la watay hawdooda la kiciyay badbaado qaran ciidankii lagu aasaasi lahaa tignikadii koobaad ee la soo ururinayay meeshaas marka soo kama aragtaan xasan sheekh maxamuud inuu al-shabaab la shaqeeysto
سو كما أرقتان معني مركي عبد البلياشان مرصدها إليهين أي أسوى دقاقين دنك مقالة مقدشو بدبادة قران أي دونيان إن أي ماركي سمعني قيب كان نقدان أو حكومة دستور كبال مرتي ودر أقل بال مرتي إن لغولاد دقال مسيدي فرماجو أوكالي مركي أي قرشايستين إنت أي سنحمر سو قارنبا سو لمدو بنين سو شباب كما أديجين حسن شيخ محمود مركب مكاشا كينيسا حسن شيخ محمود إنو علماء اللغيسا ولا شقيسان أيو سو أشاسي أديق أيان كويديي قضب كاسي سفي عنو ألو فهمي إذا مضي مدح تويدا لغا قاضي ومسا قوال لغو شوي بدل كودة يدون ضدك آن أركن إذا عدانا آن لوسو بندقين صدح بقول أو أسكري أو جفضة حسن شيخ محمود أولا شيء أو تركيدو أي تببرتي أو هل مرصداء كجرو هل ويل أو مرصداء كجرو هو يدي سنة وحانو ملاينا يا إنا علي قافتاي مدح تويدا لغو شوي قرنا لغو شوي كوي مدح تويدا هرو أجوغ مركا لغا قاضي مسجوا لغو شوي أو للايي يدو أن لا تحسي يدينين ناو كوه كلا حد مدح تويدا وجفدي سالغو ريشي تاسا كغران كرتا حسن شيخ محمود إن ويسو دياريناي إنو نقضو حفتر حفتر كغلي سوماليا إنو عيدا ما قارة سمايستو إنو ضدك قمادو إنو قرقرتمو إنو ماركي سمعنيه حسابات أولي مادو ماشا ساكا عركتان وا كلغي تاليس صودا هايواي مضب كاس يبدان كقدبنو رئيس الوسارة جمهورية فدرالك سوماليا إرقدي ساعد قدوهو ده مدحوينها سوماليا وقدر صديك اسمايو مركي جوابت لسيه أنه ما قردرنين لكن ننكي وضادة الدولد نماذا كل إحدا قردرن لوغو جوابي حمر فرينتا أي كانين أحمد مدوبنا وير الدورة شديد وان قبصان ايا أنه ما قردرني دستور كان إي أقل شلين حمسة عبدي بره سيد ربيه وكتاقنا بان كتاقناه أنه حسك ما بكين بدلين إساحي بدان إيقا إسبدلين حمسو حالو شاقي حمسو إلا إي دورشادة أي كتنا ماتو كسمايها إسكو تغين أنه فرين تاسان كو سيدنا حسن شيقو أنه فرين تي واقيني سيدان أيان لأيدي دادكاسي دورشادة دوي قبصان أيان مركا أنه كينيان أنقونينا هورت النمانكي ساعد بيكو سوقنايين مقالة مقدشو فرين تا مركا يكينين وحينا آدين كينيا اي ادين وافي رجي وجايدين كاو بدنا وماركيسي وودر صدى حسن شيخ محمود ارجاني مدى كسماي الدور الشديد ان قبسنا مركي كوات كيستي انت مركا ارجدا لسود دراي احمد مدوبي وحو يري حمسة عبد بري هدور نو ايمان ايو انت لصعطا يعيدا كاواته معني يغو قرالة هنا لسيو سي أنو أغانو قرونك مركو كسو دقايو سي أنو أغانو معنيه عدة لصعطة عن معني كسو هوس لومتاي يعدة كالي ليسو سوقرتي حمسي حتى إسبسينيكي حفيسكا كمتاقين كل وقر قرتي ليسكي أحمد مدوبة اللو قد بي أحمد مدوبة وفدقان انتو معني حمر يكسمايو ونحيي براه بلشاد هلا نقول يري والله بالله أحمد بدوي عيال سوق واي فيري حمسة عبد بره هبل 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 انت إلى ساعتا هبلايا إلى ساعتا وحي أدنا وقرطي ولي قاب براتكولك حتى أساس لو ما قرطه مركو قري ورقد وقد بيهي ريكو أبراه بلشادو حيدهان الما يركا قرحي سيدهان وذيكي ورقد يسي فيسبوك لا نقول يري حمد بدوي مركو سيدا سيليهي إيربورك إدكدنا دقحان كاريكوين بابور قرع استن ما يقول لعديها وفدي مركي صار نقضين محيدين
وحس نوسو دقي كرا إلا إيه دور شدين أنقف دور شد شاني لباتك إيه دعيسا سيدا قرشايسان أحمد مدوبي حسن شيخ محمود نوحي كتاقان تهي هدي أحمد مدوبي دور شدو قبصدو لفتا قران وو إدعي قرغار وو إدعي دلكي قعنت يدو كبحي مان أن وحكب الله بمالي وإيه غيري لماشو لماشو سومالي دي قربان وإيه قدر ستي أن العك معني كسو قاتي دورة دا إن لسو عديو مان أن كان نولانا إمالي مركا حمسي مركي أي كل هين وفدقي كسماي كي مادي أو حسن مركي هرق قدر ستي دورة شدون دمانين حمسي وها إمانين معني مركي لو شاقي حداد اسكو تكتبنا مسؤولية داسي أنه ما قادي كرنو فرين تواكو كاني مركا إدهان حمسو حناقي طلياشي سي كسمايو أكو ديار سادنا حاليا لحير حرايبا حمسي عبد البرري محيو سمي مركا أفر بقل يساقاشا عيدا أه أيو اسو يارا حد أو دق دقا أو آد أو قلبايسا أو كمان دوس أه أو برجحة أو ماركي سمعنه افردها اللي ده معنيه كبودة او معنيه كفورة ده كاسو ديار صدي وحو يري حدي ديارد آن راعو او الإيري ديارد دو والسو ردايا قارينا آنكو سفر كرين او ماركي سمعنه آنكو قلي كرين لوك حدي الشباب حتى لا يقلا هدلو اي دوويان اي جمعام اي جلب ايو معنيه كسماية اي حرانتاي تهريب بانكو قلاوي مركا حدد دومن بو ديار صدي رئيس الوسارها دومن أد أوليرية أيو ديار صدي دومن كاسي أيو دونيا أفر بقل يسجعشن أسكري يسراكيشود وأد أقلبيسن رصاص بدن هيستا إن أحمر كراعه مركز كدبنا كسماي وتهريب كجلو أيو دونيا ماشاسي معني دجال قبيل وكردو وجادين ك مركز قيبة كمدة مقابل كوجه ريان ومعني أنت بدن يسجع لصفن إن ماشاسي معنيه دور شدة يكوب عجيان دجال سكية يكردان. مركا هرت معنيه رئيس الوزراء حمص عبد البرسيد عصو معنيه سودياريي عيدا ورصدحات ليرادو جناي عبد الله وحي جوجي أمر روسيي وحو لحد لي حسن شيخ محمود يو يسقوا وحي لحد لين نين أي دهان قالت أهانجري أمير كوحيجينكا أمنياتكا مدح جبينتا الشباب أهانجري او مركي دنبنا تكره سراكيش السراء تكره كميد نقضي او جيل اوغادين دادك كلين جري عبد إلي نمي دهان لشقين جري مركي دنبنا احمد مدوبي طليها سردونك جبلان ونقضي او كدكتي او حدنا ماركي سيمعني اللو مقعابي طليها عيدا مدى لقطة فدرالك سوماليات او اوغادين ايسليهين ايها ماركي سيمعني امر وحوكوسيي إن عيدا مدى جوغة جناي عبدالله ماركيس أي صوفا روقان فرنتاسي جناي عبدالله قياستي لحدن كيلومتر أي أجرتا مغالا دا كسمايو إن أي كسمايو سو غلان عيدا مدى سي كسمايو سو غليا وفرماها كسو بحايا والأورنجري شباب بي لدقا لميان حدا وحي لدقا لميان أحمد مدوبي ماركيس حمسا عبد البرانا وحير وانس مقيقيا تهريبا كتغيا ماركا رئيس الوزراء هني هذا تهريب وكسعدة عيدا مدي الدولة الفدرالية الصومالية عشور تقرن كصومالية لقوا بيلاجي لما أنتود فريما كسب بحاليدي مجال هذا كسماية كسو حرادة كسماية أي حبضة كنا عيسى أحمد مدوبة الحري أما والدلي أحمد مدوبة يسقونا جيرو والبقي جوري قل جوري كستا يجيت كستا يوضك كستا وكرنج عيدا بوكرنج الربار كانوا بحوي نمك كيات جواد أركتين ماركي سمعنيه مركا حسن ولا حيري وحيري إيربورك ماشى مهم كان نجا عندكم هينو هدي ماركي سير دقائق عن سبعين أنا حبض بقى ماشى كان عكرت من ربنا ما عنديت كنا سيدا سماهن ماشى إيربورك هيدنا أحمد مدوبي وحي مرق مالها دمان وحيري ماركي سير بابور عركاو نجحان كضادية دكدة إنفورميشن كي وح لي هذا هذا كان عن شيء جايو ده كده ماركيس إن دومها يكسر حيران دونان تاس يدنا وحوي عركاوين إيو وحاصل دقي يرجعان مركا يعني ما جرنا إيو حمص عبد برمال كسماء يكبحسن أو ماركيس بنان كده
دومها إنه يكسو حيران دونان أنا أقول ما قرنايو لكن مدحوينها الرئيس الوزراء الصومالية إنه تهريبو أيو قاصدي مقالة كسمايو وتهريبو كسمايانا وير كستا واللقلين كرو إن لقليو دولان لقو قادو معنه وحي دهن دم الجديد صومالية قبس شديدة كسمايو أي نوغا حيران تاي هذه كسمايو أي ننقعانتا كدقين دور شدان أحمد مدوبي هذه أي نباجنين تصبح حرقيسي قوأي أو هوسلو فوريي أي نقونيسا تلادينا كدسان بوبكا كرسيغا صوماليا قندراسيدين وككع مركا وإن دور شدان باي هوك أما باي كروك سكستو أنكاغا هرتغي كرنو وأنكو باجين كرنو وإن أنكو باجيننا dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha ee qayaal haw sidaas ay ku soo biyashubatay xamse abdi barrena macnahe kursigan saaxiib hadii aad doorashadaasi labada maamul ee aad ka soo jeedid puntland iyo jubaland hadda keen weysay oo haddana markaysay macnahe doorashadan waa fursadada kugu dambeysa doorashadan haddaad baajin weydid ama dagaal gali ama af ku baaji ama reer magaalnimo ku baaji haddii doorashadan aad baajin weydid adiguna kursigan way kaaga dhamaatay marka raisul wasaaraha wuxuu yiri xitaa mar waan is casilaya macnaheedu anoo shacab aan tagi raydan iska dhigi markaas ka dib hoggaamiye kooxeed baan noqon faction leader macnaheedu kaaba qabiil baan noqon meeshaasan ka soo jabhadeynaya sidaas uu ku yiri xasan sheekh maxamuud waatan idin sheegney xasan wuxuu yiri niyow markaysa hadda xilli is casila ma ahan saddex bilood gudahooda hadda wax qaban waydid markaasii waa ka daydayanaya laakiin hadda waa inaad ismaqiiqda aad isbiimaysa ma cid laad iiga tagaysa xisaabta meeshaas ay ku joogtaa marka raisul wasaaraha shalay isagaana dhahay kursigan inaan ku cibaadeystaan rabaa inaan jannada ku galaan rabaa marka janna gelidu ma waxay ahayd in markaysa maantay dagaal sokeeye kismaayo laga abaabulo shacabka la xasuuqo la barakiciyo iyadoo magaalada kismaayo macnaheedu hareeraha shabaab ay joogan dadka la birbireeyo guriyaha la gubo macnaheedu kursigi raisul wasaaraha uu yiri jannada ayaan rabaa inaan ku galo kursigu masaasu aha marka anigu waxaan ogaaday nimankan wadaadada sheeganaya wadaadada siyaasadda ku milmay in markaysa macnaheedu waxa ay sheegayaan iyo markaysa ficiladooda inta badan inay isdiidaan ha dhiiga inay ku qubaystaan inay wasaq yihiin wadaadada oo dhan maaniya wadaadada rabaaniinta kuma jiraan laakiin nimankan siyaasadda ku jira oo munaafiqiinta ah oo diin diin nagu soo galay kursiga madaxweynaha dhe raisul wasaaraha dhe oo macnihii dadka masaakiin isaga dhigaaya yaa ciyaalkii ayaa ciyaalkii haweenka haday ku arkaan waa ku dhamaatay ciyaalkii haweenka hore u arkay waxay dhaheen ikhwaan muslimiin arooskiisa eeyaa la qalaa abaar waaye إخوان أف عربي واي ووالال مسلم وكان هو جان سمي عاي مالي لكن نمانك أرر كاسي كو قرابتا ومارك يسي معنيه عنتظة مارك يكرسدان انتاي كتنر جان مساكين تآن سينين أو حتى قدك كشو بحاسد نمدود مقايد دا مارك يفريستان فرلاطي يكوستاطي يفدريشن يو معنيه سقار يكالانكل كل انتو دل بضو مسكينك ومعنيه ماشا فردية وحباء آن كسينين ومعنيه كل جيسي دم سينايا معني أروسيادودة حلوة عن لقعونين إيجا كليه معني بقارة تمرأة بقارة عنطاء إنتاي قولي كستدكتان إيجا كليه معني عنطاية ويفيريا مكة إلا سومالي دي سوفية سوفية أركي سوفية ناف قيلي قلان دادك يسوقو يرا مكة وحيدين أقوان مسلمين أروس كيسا إيا لقلا أباروهاي إلا إلما وحي أركي جرين أروس مكة لقدكتو سوفياشا يا الله بريقة قف والبا صعدا اسكعون الجري بركة انا مركزي بطني لكن نمان تاي حيران ابا مارك معني اللبسا حير حيران ماسكراتي اه معني انت اس وعدان موبيلا معني انت الجروتة مارك اس ايه كلية دايلة عناية مساكين تنا وحسينيني درس كان وحسينيني ويفيريين مارك وحيدين اقوان مسلمين اروسكيسا ايه لقلا اباروايه كل سجال بقول سديت ماتكي أيان إن إساقة قابك وحكيني جري سيب ليال
بلد حاوي نقول كاسو كاسو قلي جري قات كسيدي سبب نك بينا بون نكاسو قلي جري موت مركا سيبلة بابور كقول ده رأيي مركاسي بقولي ليه أنا يكوس عنجرت أنت جيمس يدا أنا وحنا أنا إيمانين مركا وحي كوحي رنجرين قاد كي يغو دا هون اه حمر إيجي حبال إيجي حمر إيجي حمال إيجي حمر إيجي حمر إيجي أما حبال إيجي حمر إيجي أما حبال إيجي حمر إيجي أما حبال قاد كي انتو فريش ياي انت بل حاول لغا سو قريو سيبلة إيادو سيدي ماركا يسي آقرة ليس إريا يوكرا قيامي أي أردو يساي بايدا بس أمري جرت بايدا بس أمري جرين مركا حلقا سي شكادان يو اندا شرير كان لما أقولين قفك شكادان يوحان وطاقف سعودي كي مادي معني سعودي قف كي مادي اما كسو قتال لو ارك جري مركا نين إساقة تاريخ داس ديب أبارا او معني سيبلة قادة ودا با ناك شكا ودتا كو قادي ساقو حمر قادة وبوسين حمر يجي ام حمر يجي وان كو عرية نين كي والا سوا قبطي سلي قال لك نين وقف ادشال يلي ناكتنا وحاوي وحجاب انتهي محجبات واي لكن حجابك مركا شكا لو يقان يان دليو يري قفتا ساد دشال يري نيو وشكا دو وضطا دا الهي با اسكا قريسيو ما انك اسكا كاي قريني سابو يري امد الله مدمان امد ام اكه داد كورنر موت مركا شكا موضن مركا يعني عيالك يا حاسسك وحي أركي جيران على باري بنان كاسي انت منافك لغو قشو هيلبك بريسك صورتا قليدة عمبولادا بونكا قفل بقو صعوتا دا مسافرك اللي اسكعونو ومعني دادك اسلاح فريستان سيد النبي قو شاية كلافان انجرين لكن وحي ما دي نمان بابوركو ايماناي ايجا اسيقان وماركا اسي معني ايجا كلي اسلاح انتايا اروسك مركا يدقان ايان ايجا كلي اسو عدا مركا المي وحيدين أخوان مسلمين أروس كيسة إيا لقلا أبارواي أبارنا ما نهد إيجا كان العقبة لكن واسداسي سيكستوي أها طبا حمسة عبد بري جنة دان كو قلايا ما أركا يسي معني كرسي قام معني سوء لها هذا الجنة دي وحو كان لكتاي إنو عذاب وتهريب مر عذاب الدولة ماهن إلا أن كسمايو ننك عيدا كأباب لي قبيل أفر بقول إيه سجاشن هادو إداوانيا أفر بقول إيه سجاشن أسكري أو سجارة أتوبرن دومن لو دياري أو معنيه إيهو إرقدي أي درسدين فرينتا أكينين أي كدهن ورنيه وحمسو أديقى حسن با ماشاس دورشاد إنتا إيه كرن عيسو ها آدينا ها داد آدان نبا كرن لناي هودا دي لإي دي دي دون أيان كسمايه كتغيا كسمايه إيه مقدوشة شنبقلو كلمتر بيسو جيران haddii macnaheedu laga dhigo doonta waxa laga yaabaa 700 600 inay gaadho oo kilometer ka u bato ilaahay baan kugu dhaarshe ninkaasi ma janno u socdaa hal su'aal oo kalaan waydiinaya dadka aniga digil aw miriflaha ka dhashay oo Soomaalida kamid ka ah ilaahay baan idin ku dhaarinayay digil aw miriflaw hadaad damir iyo dadnimo aad leedihiin hadaad adinku iskaraamaynaysaan xamsa abdi bare oo Puntland loo diiday aad ogeydeen oo markay samacnay inuu ka dago wadadku matalaya daaro oo loo diiday inuu ka dago magaalada Kismaayo loo diiday hadda aad u jeedaan ayaad waxaad ogolaateen in markaysa magaalada Baydhabo aad ku soo dhaweeyaan aad u niikisan oo markaysa aad u masharax xaradaan soo nasiib darramaan walaaliyaad wadadka digla oo miriflaan sheegaya damiirtiinu ma dhuntay mise ma dhumin xamse dadku matalayay ayaa diiday waxay dhayn anagu marxuumno ma soo dagaayo meel uu raisul wasaare ka yahay malahan oo garow laga diiday oo boosaasa laga diiday oo gaalkacya laga diiday qaybta Puntland oo waxa laga diiday Kismaayo hadda aan hadda u taariibaya Kismaayo way adinkana waad ogolaateen marka ma dadkiisa baa liita mise idinka liita su'aal kale نمان كان محي اوغو قلالا يان كسمايو اني او تهريبان دمتا كو كلفاي سام حيطا هداي سندني اوغو جرين هداي سندني اوغو جرين دمتا كو كلفاي سا ان كسمايو حكومة دي دمائد اي او تهريبتو واي ماشا سو حكا عرقتي وحا اي سو ودان ايا كوين وحا اي قارين ايان الهي شركو دهنگا قبتو
جعايل كسمايو اوغو ما تهريبايان مر والبنا ماشي دان كسو غشاو اسكو مقيقان هدا كور لفتا غرين مركو معني مايا يري واتيم اركيسه معني اوغو دنبينتي حمسه او ديرين اوغو دنبينتي تليشوب اي او ديرين هدا لفتا غرين شلا ايغا عاياي كرسي ديق لو كفديا ايغا دحايي ايغا دحاي ادو تور تا علمها كوسيتا اياد حمر نوغو ايمان دونتا مركا ايغو دنتودا ايي ايغانيان horta walaalayaal warbixintaas aan rabay inaan idin siiyo xamse abdi barre wuxuu u tahriibaya magaalada kismaayo badbaado qaran murusade tignikadii ay ku bilaabi lahaayeen xasan maanta uu adeegsaday al shabaab marka hadii lagu dhaho al shabaab la dagaalan hadii lagu dhaho al shabaab lambarkeeda soo sheeg hadii al shabaab meeshan qarax ay wado dawladdu ay ku dhahdo lambarkan soo wax shabaab soo sheeg ogow shabaab qaraxiisi ayaad sheegaysa waxaadna u sheegaysaa shabaabka weyn ee kale hadii marka kowda habeenimo ama labada habeenimo inta albaabka lagu soo garaaco gaf gaf yaa way islaamka ku soo salaamay lagu dhaho wariyaha qaraxeena maanta maxaad u sheegtay macallinka lugayow nooma sheegin haydeen markaas waxna kuma qaban karaanay I can't bawa ingiriiska wuxuu yiraahdaa look before you leap before it's too late inta aad falin ka fiirso inta ay goor goor tahay haddii baabuur qarax soo sheeg dawladda ay ku dhahdo haddii ma arkayse macnihii qof macnihii shabaab soo sheeg dawladda ay ku dhahdo ogow lambarka aad wacaysaa waa amiirka al shabaab xasan dawladdiisu waa sidaasi marka shacabka waa isdilina sagaal saac weyn oo qofku soo baxaya male idaacad ku sheegaysa ma jiro waa kan idaacadaha la aamusiyay facebookyada la iska xiraayo macnihii inta macnihiis dadaal ay wadaan damal jidid waad u jeedaan qodobkaasi meeshaas ayaan kaga gudbayaa maalinta baritoole ah Soomaaliland waxaa ka dhacaya doorasho doorashadaasi Soomaaliland ka dhacaysa waxaa ku tartamaya xisbiye kala duwan wadani oo xirro u hoggaaminaya ugu horeeyo Faisal Cali Waraabe u cid iyo ururo iyo markaysa xisbiga kulmiye ee Muuse Biixi u taagan saadaashu cirro inuu ku guuleysan doono ayaa qoran haddaan lagu shuban haddaba ayaan dhawayd waxaan kula wadaagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud shirki Djibouti dhagaha laga soo tumay Muuse Biixi baa kaga adkaaday dhulka lala tumay saasaan ku dhahay dadka aad bay u fahmi waayeen weedhaasi haddana mar kale wafdigii Djibouti ka imaanay oo hoggaaminayay Maxamed Dileete Raysal wasaarihii hore ee dalka Djibouti aan fariga ah ahna gudoonka baarlamaanka hadda jooga ee Djibouti waxaanu garanaynaa inuu xamar ka soo dagay isaga iyo wafdi lacag badan wada waxaan idiin sheegnay in ajendayaashi loo soo dhiibay ay kamid ka ahaayeen Somaliland inuu Xasan Sheekh Maxamuud doorashadeeda aanu farafaraynin isla markii baarlamaanka markuu Xasan tagayna waa kan Somaliland amaan uu ku bilaabay waa hadaan been sheegayo korna muxuu ku lahaa Muuse waa saas macnaheedu dalkii uu gatay hodhodhodho Itoobiyaan ninka la yiraahdo Fiqi oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa wakii Muuse Biixi walaalkana uu waashay uu qaldamay saa caynay hadaba xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud maxay hadda leedahay bal dhageyso warkaan hadday soo saareen dagaalka in lagu kala adkaadaan ku sheegayaan war saxaafadeed wasaaradda arrimaha dibadda federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay bogaadinaysaa doorashada tooska ah qof iyo cod ee muddooyinkii u dambeeyay ka dhici jiray hee maamulka gobollada waqooyi ee Soomaaliland waxay sidoo kale bogaadinaysaa midda loo madlan yahay maalinka biri ah ama maalinta biri ah ee taariikhdu tahay 13ka Noofembar 2024 hadhowdii macallinka lugayaa soo qoray idii rabtaan warqadan doorashooyinka maamulka Soomaaliland waxay ahmiyad gooni ah u leeyihiin dawlad wanaag iyo geedi socodka dawlad dhiska Soomaaliya
وسارد أريمه جودها فدرالك يدبوشي سينتا الدولة فدرالك الصومالية وحي جودة الدورة شوين كصومالي لان وجب باقيسا إني خبيان إن مملكة دورة شدة عن أمان كجرتو أين ها أين محيدهن كذا بيان كالسوني دي ومدو السيسي او ايو وليبا كتابكي اي كردارتين اسلامر كان اي نقدان قد دحدحاد اح او داعاد اح مسوق ماسوق اي اح كفوك وندح اي حسبية دا السياسة دا اي لولنكا مامولكا سومالي لان وطرطمية وحان قد اهان شعب كرير سومالي لان ugu baaqayna inay ilaashadaan xasiloonidooda waayay kuna dadaalaan in doorashadu u dhacdo si nabdoon sidii hore looga bartay shacabka Soomaaliyeed ee maamulka Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dawladda federaalka Soomaaliya waxay si dhow ula socotaa doorashada tooska ah بري كدعي دونتا مامولكا سومالي لان بيري دورة شدان قب يقش حسن انو قليو دوناي اني ساسان قداي لكن وفدقي جبوتي مركو يمادي ديقاها اللوغة كات شي حسن سومالي لان امام بالي روريا سيديا شي نواد اقود دير تاي سوعلي اير هوس ولا هذا ده هذا الكيجي مصابحي مالمهي انت وفدك جبوتي آنو إيمان المقدشو كورن حسن شيقي حكومة ديسي موسبيحي كان وايا اتوبيا بدل سيهي كان يكاد عضاي مالان نما با مانتنا هذا المالدهانيو مرغيه يعيل ملايو سربو غالي ملان دوين باد ورموغي وصعوطا دولاناني وموغا وحبادن كاغا موغدا ما إلو ذي شاكدي مهما ذي لأران شري أما والا موغدا لغمونا يشا أما والا مقاي يهي أو مدر كبالا بطاقو فيري سومالي لان ولا ويراراي وفدق جبوتي كور لكن وفدق جبوتي مركو إيماناي صابتو إيمانا كوشاكي سومالا إلا أمانو قالو بقص بي حسن هي حدا أمانتي متاقنتاي سؤال بنتلان دور شقو في عوضة كبعضي أو حلال أهد سومالا بنا اللوفوري عد والبقو بنتلان دقن وحلال دور شقنا كسو قيب كشو وهي حسن شيخ محمود ماشو كهم بليين لها كوشاسي بنتلان مساجدك او بيتك الهي لغو عابدو انتو سو استاغيبو يري افر الى باطن عشاي كبر برايسا هدي بنت الان دور شقو في عوضة اسكو ضيدو افر الى باطن عشو وهي محارطة دور شدد بندل حدنا معني ما مولودي كالي كي بايدابا كي كسمايو كي جوهر كي معني وحيلين كي دو سمرين دور شدة بنان قبسانينا ما هي مقب سنكرتان إيه أدو سو بنت لان مرين دور شقة في عدا مقب سنكرتان دور شدة بنان قبسانا ها هي دور شدة بنان ربنا مايا وكان هذا كسمايل لو تهريباي دور شدة بنان لما قبان كرو هي دور شدة قفي عدا أدو سو بنت لان كمديدين ها أنا جنا إنا قبسانا ربا قد يقد دور شدة وانا مرسي سنايا سمال لان وانا وهم بليين آيا قفي عد بنت لان وأوديدي ولي قاعد تاسوا كلام عنك تي نمركا معني حسابته ماشي طالع واسداسي يا بلنك كبح يا مركا أحمد مدوب بلنك ما بحن فرماج سوق ولد قال لما هي حسن وكوكا المين هي وضدي وتاجين لكن عدة بلنت كبح ذي سجي الدنيا بلنت كم بحن بلنت عدة كبح ذي وحمسة عبد برة ينك اللي يرادو ماركا يسمع معني وحسن شيخ محمود وحربا إنا كل دقي يسيو هذا الصورة قال نغطو رئيس الوزراء حمزة عبد البرتلو مهلي دونا
مركز إسقاط هذلي ما رادينا رئيس الوزراء وحن رادين دونا رئيس الوزراء مركو جودي كميت كها معني دور شوينك معني وكل دور يجري مركز الدور شدو وسيدا النجا أن دونينو جبل لامبا قبصنا رئيس الدولة الفدرال كشقة كملة إسقاط بهاي مقال كاسي أيان رادينا يا وحير هدي الله ود لو كرر اللغة ماشى سبحان كارنا مركز نمن كان مارك يسمعني منافق الدودة وذا دنا ويشاجنا يام إلهي الرسول كي سنة مي قنان فيريا إلهي الرسول كي سنة جرن ما يام صوتي تاي إلهي الرسول كي سدا تقانيد بين لو من نقول يستديك موت all the time وين أرنت أقول نولاتا all the time وين حقيقة أقول نولاتا ومضى مالي والبزوع عرتينا وشكتي هذا مارك يسدين تسلم كسل إيرات كمرانو أقانت يدي إنك استو معني أنا هاي جاهل دين الإسلام كأقوم بدن أنا ولهين شري عيدا ماذا جرجر يا رمعت فادي ياسين على الستي فرماج على الستي وعيدا ما قرن دمسه وحاسد على ده هاي فقي عنو غير درجة عن قاد كرين نك اللي يراد أدواء معني أنا حق معني يا لودي بي يجا ده هاي ما أنت أنا همبليو همبليو أدواء مركب ما وحال الله كان صدي إن لو قب صدو مجال هذا كسمايو ما أنت أصلاً كان ستنعي عبتي بس جواه كان عضي إن ماركي سه معني أود الضبالي عيدا مدن نبض إيه نلول ماركي سه أف جنبي معني ربا إنه يكون سمايان حسن هذه الدستور كوديدي إن لجهر تجمع الله كاني قالب كحجينك أمنياتك أرك على الشباب ما وح الله كاني طليع لقط الله قد جاي إن ماركي سه معني أجادينك سلقو جماده وريد وح المنافق دوي وح الله أجلان كرنا أنا جو كل رأيي جماهن مركا وحنا كبر لها إن ماركي سير دم الجديد لا إسكابته هدي بيش الجون هدا مكوشة جاية بيش الجون هدي حسن شيخ محمود حكم كماركي سير معني أن لقى تران ترينين وصدام كوسي جوجو سوماليي وحباهي ويديننا ماركي سير والله إذن قبصدي فينيت الموسيقى ساسا كوبادين وهدا هدا هدي إلا بيش الجون يعني الدم الجديد دل كان لقى قبل وعيه دل كصومالي هو كدايي دل يدبدنا دتك ولا صوت رحيلي ولا جمادي مدينة الموت كده عضي ما تشعدي كده عضي أو كلا كده عيسى صومالية مركب إذين سو جرمن دونا مجرو هيد حقوق لسانه إذين هذلي دون تام مجرو ولا إذين عي ماركي سمعني وحلا قبسن ويدين قبيال بعد ماركي سأكون مشغوشان شاكدين أنا وحين نقد دون تا ماركي سهدا هدا متكرد مات مرك الصومالي ده كله أنت أصلاً وش يجي لها حمسة عبد بره مقال كيسوا بلا هيبة ماركي سمعني ويا بهايي مال باب يجودري ماركي حمسة عبد بره وين إيجينا إن شاء الله تعالى دجال بن وجي ده دتك اللي يقول لها أيوة مش الله يصدري ما أنت ضد بي لاي عندما كان موقتاي وكوشة لايف وكوشة داي ها نصيب درا دعدي والله بالله شعب كان ان لا اسك لينايو ميلو بلغد لو ديلايو وحمد تلافي عن ان لهين لو شيش برانايو ونصيب درا كدعدي ددك معني قوميدان مايلان وبيده دغن معني نصيب درا كدعدي والله ولو شيش برتا كور وحان مقلي جرا حيواناتك وحا لو تجابيا مره لا سو ساره سنت اي وحاسي اي دوويينك هدا مره وحان اوجيدا ان ماركايسه dadkeenay lagu toobaranayo ani gantaalku wax mudili kara qoriga wax mudili kara ku tijaabi sheekada inay tahay waana nasiib darro aad u weyn sida aan qiyaasahay wayay walaalayaal markayse muqaalkaasi waxaan u maleynayaa inaan la ahay laakiin hadaan helo waan idin sii deyn doonaa biidni la hibaari xamsa abdi barre oo macnay dhahaaya anagu yaani anaga doorashadeena qabsanayna dawladda federaalka shaqanagu ma leh waxeena waa inaan qabsana markay se macnihi isagoo dhahay waa hayay ba meesho iga galay ma garanayo wararka igu tira badan marka dul idinku yeesha biidni lahay bari waxaan isku day doonaa hadda in telefoonada dadka raba inay ka hadlaan aan soo qabanno biidni lahay bari laakiin baladku waa bugbug maxaa loo qirxiyay aaga daynayle de abdibiliyaashi aba la weeraray ade baasha baasha meel dheer ka ma jirto ha baashaan hoostaada ka dayway hoostaada nin walba hoostiisa fiirsado sheekada nin walba hoostiisa ka bururuq leedahay marka insha Allah taala
dadka soo wacatay ayaan rabaa in Janiska ugu horeeyo aan isku day inaan siino biidni lahay baari dhageystayaashan fursatiin doona raisul wasaaraha wuxuu u taariibayaa magaalada Kismaayo waa loo diiday inuu ka dago meeshaas dagaal inuu ka horiyo rabaa waxa laakiin nasiib darro ah in digil aw mirifle ay ku soo dhaweeyeen magaalada Baydhabo ninkii loo diiday garowe meeshii uu matalayay iyo halka loo yaqaano Kismaayo fursad yar aan rabaa meeshan inaan aga faa'iideysto ee dhalinyaro ayaa ila soo hadashay waxay ugu dhahayn macallaw waxay arkeen malaha muqaaladaydi ee calanka Mainland dabaldegiisi taariikhda saxda ah waxaasi anu daraadan ka hadlay marba inaan ka hadlo markale marka waxay ugu dhahayn macallaw qilaafka naga dhaaf maanta waa dabaldegayna 13 ka ayaan la loo joogaa kan qilaafka wada hadaan anigu ahay digil aw miriflow dabaal degahe maana idin hor jooga hadda ma fahmaysa maxani aniga hadiiba yaani haddaad ileedihiin adiga shib iska dhe taariikhda saxda ah soo bandhigin qari tan macnihi cadawgeena uu nakar saaray baan u boodboodeynaa haddaad ileedihiin waa idin ka aamusay hawshiina wata walaal baa qadka ku jira halow salaamu alaahi calaykum أقول السلام عليكم معلن وعليكم السلام سودو سندقورو عن كوفر قلبي أبلي لكن أنا كم أجري أنا ما كجرت ما مايا دولا بدي جاي ها صدعي طبنك نوفمبر وهاي شهر ولا شيء كتير ما دم ولا صدق ما كساي مالك وقاعد تبلك ولا ريني ما أنا ما كساي والله إن شاء الله وهي عم بدل عمري نفسي إذا إن شاء الله ميكو كويتي مسطع عن كوري أنا قصدي أي لكن هو يسجد بلدك زمانه مايك دب مايك أقول خساسيل هو صعب حمر إني حمر إني ودقنا لك أقول هاي أو إن شاء الله صدق كل نين كما هاي نحن فول دقنا لك أقول هاي ساسك تغير سنة وهي لكن مرك عيارها أي جرتي maxaa calankiina loo weeraray yaa markii banooniga la dheelay kubada cagta markii la dheelay calankiina maxaa loo weeraray eelay baa maxaa idin lahaa markaasii maxaa markaasii sida caawa aad ugu dabaal degaysaan la idin ku nabad galiyay markaasii maxaa la idin kugu nabad galin waayay ma ii sheegtaa nadafkaas banni jar oo ku yeesheegal meel ahay ari ilaahay unu nin hirinta kastay haa su'aalaha ku weydiiyo calanku waa isla calankii calankii banooniga markii la dheelay maxaa dhashiike iyo dabadeex dabada la idinka geliyay afka dhagaxaan la idin dilay dhaawac la idinkaga dhigay laba jeer hal jeer aan ahayn cawadana maxaa inaad dabaal degtaan la idinkugu ogolaaday isla calankiini ma ii sheegi kartaa ududda kanay jarta madawayna geeri marlamaad wayna geeri madsadahaad mayna daraw kastay maya aniga su'aashay weli ma aan ka jawaabin darraad calanka wala arki waayay maano ha isla baladku waa baladki dadkana waa isla dadki maxaa isbedelay oo hadda calankan caaw loo dabaal degay xamar maxaa macnihi loo qashqashaadi waa ciyaari maxaa loo qashqashaadi maylin qashqashaadu waa heen sheeba mayl raay waaho hoob waxaan la daaray heen sheeba mayl raay deen tookada hoob la daaray war kale halaaway amal siin ku yaryaan laha ee laakiin laba jeer rasuulku wuxuu yiri qofka muuminka laba jeer god laga mawada qani calayhi salaam mar adinkoo ciidamadiina heegan yihiin shanta qaaradood banooniga xamaasada la fiirsanayo ayaa calankaasi kaliya la bartilmaameedsaday iyadoo kuwa daarood aan la taaban kuwa dirta aan la taaban kuwa cid kale aan la taaban haddana mar kale la idinku celiyay idinkoo heegan ugu jira ciidankiina joogo indhaha laga riday dhalinyarada hadda oo ciidan badan heegan aan ku jirin dadkuna isla dadkii yihiin maxaa calankan qashqashada looga dhaafay ama siyaasadaad ee siyaasadii oo leysa jarta saas daraadeen inuu nin ku yaraay inaa wax soo baartaan isku daya marka ani kolay aadan ah dhalinyarada ma niyad jabinay laakiin waxaan aqaanaan u dabaal degaya ani sumadaydu waa la yaqaanaa digil aw miriflaan ahay digil iyo mirifla wuxuu samaystayna kaydadka ugu jiraan marka macnihii
ee waxaan garanay taariikh dabaan ku dabaal degi kara inta kale indhahan ka fiirsanaya qofna macnaheedu ma mucaaradaayo marka masha Allah fiiri maartay abi insha Allah lafta gareeyay oo nay Xasan Sheekh Mahmud bartaasku salaam ma ahoodi erday adu ku dhigay kastay hay ma ku jiraa fantaasi sida aan ku dhahay waay masha Allah haddo ay may la raayo si ho bilahay arad diyaar garowan un sheer aranka ku wado xamar roog ikan insheer has a ser roog batiyo unu ka haween ay ugu dudaysanay ma jar bara bulshada iyo wal kasta isdaayti kastay hay atan aadi bay insheer may la raayo wal kasta lan roshay aragay lan kasta ugu dudaysay lanki hatta insheer Xasan Sheekh Mahmud oo siski jarna may la raayo eelayo ku leeyo laakiin insheer ni walaalsay wal bon ku jarnay raxween dagaal diyaar ngataa keen hay way ani hal su'aal hadaan ku weydiyo adiga digli mari filma tahay ah way calankan dad baa kula leey kula degan calankaagu ma qaloocan yahay isagu toosan yahay horti sidiisa calankaagu waa kee adiga calankaaga calankay in sheegada talo sadid mudub leew oo li tihid degnatayaan way saddexda midab ee blueg waa macnaheedu calanka Soomaaliya aan ka soo qaadateen guduudku waxa ka soo qaadateen wabiyada ee macnaheedu cagaarkana waxa ka soo qaadateen ee markaysa macnaheedu barwaaqo barhaakay ee guduudka midna uu qaloocan yahay calankii midna uu toosan yahay marka guduudka qaloocan ma leedihiin mise guduudka toosan ay leedihiin guduudku toosan la leena diig laakin calanka hadda aad u dabal degaysan uu qaloocan yahay sabab abaa hanu horjeeda soo ku soo kala leeyahay fiiri adiga kaliya maahan dad fara badan ayaa ila soo xiriiray waxay ugu dhayn macallino khilaafka naga dhaaf macani muqaalifa ma ficna okay muqaalifa ficna laakin ani khilaaf ma sameeynin taariikhdi taagan la sheegay marka taariikhda taagan inaan sheego miyaan kaaga soo horjeeda horjeedid miya taas maya tiri umma aranka way waha sirmo waya gay surna maya adiga adiga ma qaray la aadin ani heesku ma dirin heshiisku ma dirin heshiis laan ku ma dirin ani waxaan ku dhacal sumadaadu waa tii horta ma noo sheegi kartaa calankaaga ma toosay mise uu qaloocay calankay alla ila toosanay intii intu ku hayti wayay hadda caawa ma kan toosan baad u dabaal degaysan mise kan qaloocan aad u dabaal degaysan ilaan kan toosan waa kii adinka aad samaysateen waay kan qaloocan waa taariikhda la idin sameeyay waay hadda ma ku sheegaya muqaalada weeyaan taar un aalkaasi un suubsanaya in shan dabaal degahay ka sugay marka suub calanka aad suubsateen markii la suubinay muqaalada way yaalan uu toosan yahay taariikhdiisana waa la yaqaanaa 1993 shirkii Bonkai 27 bishii 1aad 2014 ADC da Madoobe Nuunow kii lagu doortay 2 bishii 4aad 2002 kiishaati guduud lagu doortay Abdullah Sheikh Ismaaciil iyo markiisa Said Dalsay RRA markay guusha gaadhay bay dhabo calanka toosan la soo bandhigay intaas ilaa Ustaad Usmaan iyo Sheekh Abuukar waayay ya Ibrahim Heero hadda calankan qaloocan 13ka markii Xasan Sheekh Maxamuud taangiyada baydhabo u geeyay oo dadkii calanka toosan ay haysteen oo kaara la dulmaray bakiin dadkii lagu xareeyay leeba la alifayba marka yaani keen u dabaal degaysan wax ma noo sheegi kartaan macnaheedu xisaab dadka lagu qabsan karo ki bonka iki arare ikan oo insheeda melahay oo toosno un insheeda arare inta ka tii hanin jare fadan ma ka Xasan Sheekh Mahmud mudow ee way hay cawada hadda kan aad u dabal degaysid taariikhda habadda way ka daran tahay hadii la khaldamo ama la leexamiyo habadda waxba ka booda laakin taariikhdu wax ma reebayso haday qaldanto Puntland iyo Soomaaliland taariikhooda iyaga sameystay lagama
كردينين ويكونك مان هذه التاريخ ده هذا عو أود بلدك يستبعد السماء يستي صدق تمام كنا فين برهت صدق كم كنا سبتمبر مهنا وقلي بموشي لكن أنا كنا ليند بلدك أنا كأنا ده بلدك يزيد منه وتوسعي منه وقلعي من هذا السماء يستي منه والجسمي عوالم فيري كان السماء ما أطلع كهين هكذا السماء يعود بلدك يسعى والجسمي كاري وكان لشيء كافك حمر لجاجي قلي إيلاي بحر لقده هاي أو لجدي دي كان حسن ها كان حسن قده بلدك وكيري حبض مجرته نب مجره كانوا أقولي أي سجى وكي صدح لقبل الجوي صدح لجوس وخيابي شبه الله حسن هذا لجاجي قادر ربه والله مو إشي يعني إلهي إن شاء الله يسهم وقدي إلهي وخيابي ما كسر ما كسر ما كسر ما حاول دبل دكتور. حاول حاول أكيد طب إيه وأنا موقف بنكستي. هم هي ذاك يا عبد ما أجدني أحاول دبل دقيس عاو. أنا أركي أم دونونا وإنشاء تواعيني أنا رجع لي أو إنشاء حسن. هم هي دونونا وحالنا. حالنا كم هذا دونونا وتضبيه اللي بعطنك بشي كوبات اللي بدك يكون أفر اللي بعطنك على التاجي. هذا أنا كنت سكرة. تضبي اللي بعطنك بشي كوبات لبعطن إيه تضبو بشي كوبات لبعض كنت بني أفرت على تاجي حسن ولد قال لي أديك كاسة تاجتي كاسنا هو توصنا هذا ما أنت تضبي اللي بعطنك بشي كوبات لما جوجو صدق إتمان كان الجوجو صدق إتمان كان واقفين بقين واي حسن هو معني كرك كاساري كان مدرب نونو إن لود بلد سجع حبط وساقاتي عياري وديدي كان صدق إتمان كان حسن سجع عويري يا الله تابنين هلود بلدكو ما كم قول أي ستة مسوى قول درة ستة قول درة ستة ما بتعرف جات هذا ما هو أي درة ستة ما ركض ما هو أي درة ستة يعني ما هو ربع خرس كعند من شاك ما هو من لا يا ربع إذن لي دكتور كم ربع ولا نقول عن أي شيء ده إذن لي دكتور هاي والله بلا دقلي مرف لي ولا أي شيء أنت للدقن ما أعرف لكن تاريخ يدو حوي وحلاله تسوح على دبل دجاج جرق كسعه كعكس درن وحيسو قليل مركي ضاضح عن أي مادة أنا مقالدة أصابا دجاج لديده حتى مقالدة رسمية تاريخ الدجل مرفلة أولية رسمية مع إنه خلاف كنا قدر فوقتوجينا لدها والله ولا لسه هذي وحن قري كرتان كان قلوا عن هم حاول ربطها كان كاس محاول ديده كاس أدار سمايستي جوجل كده هوية وحيسو قليل يكو والله شقيه سنسدح يطبنك نوفمبر لابد أكون إلا بدي عالن كما إلا نوي سوارين معني وحي كدنقا عيان داتك سيئ وقدان جوجل كإنا الشيخ وقدان قوفك مركو جوجل كلا سدح يطبنك قلا إلا عيان سيئ معني أمريان سدح يطبنك جوجل كمركو سوقبتو هي واكنا هي تاريخ دان بين ماهن ور جوجل ما أركي سيكتاب ماهن مقرتي وحل سوقلين كرواي هذا يسوقلين دو دان مركا اتماد marka isweydii sababta loo diiday calankan waxaan rabaa inaan soo qabto malaaqa malaaqay dabaaldega qabta soomaan idinku caawo hello wa ka xumaay malaaqaasi ma arkayse macnaheedu codkiisi ma shaqeynayo malaaqa ma arkayse waan aragnay walaal ayaana soo wacay wa ku celin doona wararta calankee leedahay calankaagu waa kee taariikhdaadu waa tii ما أركي سي معني سؤال شاس لين قباني وح كلام قبل ما أنا كسر جيد قفنا لو تقنا لايف هاد كجر تام حاس كده ريسا هذا الرالية ما أنا كده رأي كل تعلم كده لند بلد هي هاي يا كده رأي ما أنا ما يبقى كده رأي وكل أصلا شيء ولا أستي ده على كن أجيو هو بدل يرد كل هاد لين شيء أستانتين تناها تمس الدين سد بلد هي سماه بالريوان أضيع كشري قبل قبل بكوار هاين هذا كله دلير تدي جيل كذا كاس اللي إن شاء الله تنصيب دهو
ويقول بنا ميلو كده مسجني كله ويقول أرجع هاي ما يبلا أرجع هاي ده كي جيك هاي هالجمي خواب تعرق ذي وقرضه وعينه لانكلا ينقر هرتنا سيحهم ما لا يرتن كل أحد أدوين ما بن أرجع وبوايو فرحد لي أرجع هاي ما هنا لان دلني يرادا ما قال دنا دلني يرادا على صدق ده بالدقايا ماركي سيح ما صباح إسا ويسحين على كنا إن لقوا فارغ لكن ديك كأيوت بالدقايا أنا جم مسا ميسا ما يدري أرد مرام بفكر ملبا كاري هدول الأول كأذا يوم ملبا ويا تاريخ أضيال عن كوريا ميديال لكن أضيال كمركي ولان جي كمركيو حريت قاضي إيه حلقي هاي تاريخ ده تدكي أوجا يقولي حتى إن ما ماذا ما نقولي أنا كمركي لطلا تا والبلب والد شيء شيء ما ليرت هدي والد شو بول هنشيء وعينه قاب تجري ولا هنشيء وارتن السيف ما هو والدك إيه ما يبى ميلة تعالى إيه معناها بعمل حمض إيه ما يبى ميلة تعالى إيه أنا لانكلا لي بكين لون روا أض مركز تبى أض هو لانكلا كين شيء لدك سيا لانكلا لي كين كارب كين تاع هرتوك فيه لي مسيف ما هو سؤالي أنا عندك ويديو مركز أو مريفلة أو حي حمرا نيجي نوكل إيران تهاي على كين ما يروح بوكبو ذا محمد that's very good لكن ما أنتي محلو قشقشي واي مع عاوة عياري مركي يجوعين على إنك توصل أي ستين محلو قشقشي مي شيء كرتها إسلام مجال دي إسلام بتكي كست يوم ما كديف نها هبل جولاي ما جاش يريد يو ما ها البنك ما جاش يكديف واي مركي فر دقائق ملاين دتكم دت أو مسؤولية مللن درس دايو هاي أبا بيدو ساسويل بنت كوبيش ولا ساسويل لانك هذا كي لذا هير خورت دقائق يلا صوبيتي لفت غرين كابل ما دام هذا كده دقيلي مريفلس أو متيت هي سد حي طبعا كله جوجا مدبال دقيسة بس مدبال دقيس والله كفر حسنا ما دام هذا جوجا الرجال ده كفر حسنا لكن ديك حتى عارنك قال لها يمكن ديك ما هي مركز الدكان كي يلا تاريخ سد حي طبعا كنوفمبر معنيه قد مدبال دقيسة ما تقارن ماشي كتماده والله ميلك كويت ماشي أنا هرتوا الولب بقى ذلك وقادي بوالولب ميلك بعدك وقادي روان الفضيك هاي والويل بميلك كويت ميلك أنا مالك وقادي كلام ميلر إيه ما هاس باش زي ما ديجن سد والله شري خيرولز ديجن سد ديجن سد يارا والويلب أديك وقادي فانتي واي خلي هاد عارا هالشاو ضد أو هاد دول أوجاي محاين أمم حلو أو هاد ما راح على كله هتيجي حلو أوجاي محاين ما ليه دبل ده هاي تون جيك أنا عمل إيكو سير واي ممكن على عدد دبل ده إنسان لبنا عواي مدنا وتوصية هاي جدود كيسي مدنا جدود كيسي نحده وخلو عيا أبيك كاد لا ده هي داتا يديك الإمريفلة على كأجك كواي رسمي قال هم توصل على هم والجار على هم قرطين كلهم لكن كان 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 قالوا على عدد دبل ده يا حد والله إن دتك هالدول قالوا عيم كارنامه دتك يوم أنا ها والقلوع دتك واي فيري هدي على حدي أديك جرا أول كاس السميت ولا السميت هو بمركز لانك هتجرب سرمة لا وقتين قبض الطالب هو كهيري كبار كل ما هو على قرطك إيه مسؤول كيو والول بما يبلو كدس من شيا حق أو ما يلو كدس من شيا ما ملكه هذا ده هذا فيه الكل قاعدة له مركز لفت جرا هذا الجدال اللي كدي مركز هو لسه عشان كسرته إنك ما شاء الله وال وال أنت way islaamku aamsan walaashaas iyada way maadsantahay waxay u dabaaldegaysaa 13ka maarkaysay macnaheey bisha november laakiin waxaan waydiyay laba qofood oo isoo wacay digli mirifla ee 13ka november meesha ay ka timaad ma taqaanaan qofka jawaaba ma ogineyd heen marqaati wad ka tiin marka waxaad aan ogeyn maxaad ugu dabaaldegtay su'aal waa iyadana hello hello haye salaam aleekum 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 salaam mala aleekum salaam wa rahmatullah haye فإلا أنا الحمد لله نبال ديك مكجر وريانا هاي صب والله أنتوصنا إن سيدي الباب والأخبار رابع نيشاك بين تارك دو ولي إيه وان نيشاكي والحسن سفرو إيه ولا الحال ما على توقو مجرمين دعلمين على كفورو دين والله ونحنين كسارين مرحبا با تارك دو هدن هايني بابا وقت طوران دو هايني بابا دو كتاري غيت آخر سيكي مركن بيت أنا قوان كمبا baki boodo wada boodo leenay goonsha kadeer aan reed guru weyn waad ifa aan ka soo hada dalkana kuma qanaasa saa hay marka adigu waxa leedahay 13 November meeshay ka timaad ma qaan
شرعية شرعية إسلام كم يقول مركي هذا برد أس ولا هذا فيري أبو الملك سوكو ناين إني هذا قادنا حديث كم يدفع لي إني هذا صحيح يا الله حيف لي إني هذا ولا تلو فدي والقال تنسيدي بعض الحكي قال ذي هذا لكن قوم هذا نفضها إني هذا كردي دوم زيادة دوم سانتا ذاك بيدون وقف في ليما وين لكن هل سؤال هدان كورصدو مجال هذا مقدسه على كان ضد كهذا قد بالدقاية أو دقل أو مرفلة أو بدن عياره ولقو جماعي أود الدولات أو قبيلةً أي لوجود لي لا بجر إسلطتك وي جوجان إسلط الدولة دي وي جوكتا حدنا عوضة معني لما تعبنا يا ليري سير ربانها وجود بالدقانو كان محافظة أول حي ما ينلو هو هذا كوارع أنا ميل أو دتك أو تعبنا ميل أو الدولة دجرت أنا ماركورو ميلم موريان اسبايس ايروغا حسن شيخ محمود ولي اسلام كيشي كوالو مقالك بنتي حتى ايلا الهضل نيشيغا ولي مارد افاق الله عنافر كالله عنا اني مارد اسطوال بانكو قبن ني مارد داتك اسكو ريوه ولي لدي لو لدي لوغ معنا ميلين راونا الله عنا نيشيغي مركا ما اسلاه ده هاي عالان كان اساقا عاو صدح التبانك ان لود دبال دقر راليكا او دنبا اوجرته هران معني مساس ما اسلاه ده لانك تارك دوسو قرد يهوب اللي حشمي عرقو تارك تي تيس او اسو دادكك عدا عبي دادكك قلو ايه دادكك نعي او اسو سعودك عرقو تاسو انميل مرتباس ايه دادك اللي اندبه صاب ما دادلك اندبه جيت او دادك نبتوب ما بلب ادي ايه مركا وحالة ده هاي تاقور كويسنت بايواها احمد مدوو تاقدسو بيوها يوكور كويسنت تاقيدينه لانك دونك او Hamza lelia melihat tangkap dan ror lelia ror ror demai demai ramai kius korban aku tak benda walau kabat nolah ros mila injil lelai mai walau agil lebih mah demai ram demai ruigil injil dia lelai boh merkius ramai menurut usah bau mai mai ku subi ramai menurut lalu ramai ku fadah usah injil ablisk soal way malah kasih wanu mahat nak ina sida fi an merkius maknihi fikir di suun lalu dah. dad kala duwan oo macnaheedu ka soo jeeda dhulkan wabiyada ayaa raba awada meeshaan inay ka waramaan albayaan iyo jugjug meeshaada joog ayaa nagu soo maqan waxaan rabaa dhamaan dadka dhulka wabiyada degan inaan soo qabto iyo Soomaalida oo dhan ay fikradooda ka dhiibtaan anigu qofna ma mucaaradsani calankan hadii loo soo halgamaayo xaq baan ba kuleeyahay qayb baan ka soo qaatay soo dhawow maxaa ku daraysaa walaalkay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وي بك الدار. قلت بن آدم كما يرون من لك جلبي سنيو بعد قويت إنه اسك جلبو ترتفع إذا ما لا وي لن جلبي سنيو نزوغا توفى إلا إتاتكو كان جلبي ديلي جلبو إه إلي وكورشو أي لنك الدبهاي مارك إلهي أمر جي ورنمان كان هدلين لن يرى غار ميلين همار ونكا اسكاله أبلغتين ممكن لكوغا مركا لان شالي أدو نبت قبط يارد ديلس كدافوهاي أدو أو أفلغا دوهاي تو همار ونوكالي أدو همار أدو لفر لاكس بدانجي ساوغدا إنو لانك لوكو ديس لك دانجي يوضو تي سوط إنو بنانك لكو عمر تمر لفاك جرتو تيبي أكالا برنامش كون ميلاحك بلاوذي تاريق نسديه بلانكو هو بميلا عاري داقنجي ی تاریخ دست اکیدی وای دنیا بودی جای گونه نگذا لانگ لهسته اما لانگو میلبان گساله ایسان اینه نگذا داد کو کارن میل فدای تاریخ دل آخری داد کن لانگ کشه کیو میل آرای میل لحک بلع و دی میل هدیل رو میل از لحکی قوم ای میل لحکی اینکو گون ولاد دم بلد درسی دی و تاریخ بان سدن نیشه کی و من تن انتبا دن آد هد آور به این تل کارگی iyolan koo oo faysa dhaayo wareysaday ee ADC 2002 haatoy 2019 afar taatoy dadahan hal gamin kan uu meel ka aragneen gaduud kan jimaaysan dhaxda marahay kan adaan kan kor iyo dhon jin hadii la ma aragaan baal qoqolo aan oo qeyb qeyb kama qoon iyo dhanba markii dagaal kor ee koy mido was madii iyo dhaadiyo oo dagaalka dhamaadon iyo iska nagadaas marka dad komayni roogan oo nun dhaqankaas leh oo sidii umadanka shal qeybi lahaayeen qasatan waliba digil ee marebna Soomaaliya meelo lanka shal baan digil ee marebna dhuljay inta kale walka shal bahay dadkii dhuljay lanka shal baanana may aragaas dad oo iyo dhanbu humbira
badanaan oo walba antaraan siyaasi wal antaraan madax wal antaraan ciidan wal antaraan marka dadka anmay goobe war taariikh la dabal dig hadda nimankii oo sadiid gobol suubiyeen oo ku guula ka jeefan may ka jeefan isbuu ugu dadlay jilbeysan may la ka jilbeysan walaaga iyo shalay dadka han dilin kaaragan kor marsiin abadoogi dadkii la dhamaaya hadhigteeda dadka jiran baro bulshada marka lan saaskeen gali alankii kor suubi hadii aad in jilbeysan may la mad taado walaal nyogi meelash la ka suuqay dhig jo la deedi adoo ka faraxsan dad la mad ata oo li to gobol warjaba jaratiidi ka may hubey ana fursada la gaadahay maad li tixidag oo kan qallo an naftiska jirta inno la tirtiro doon ama naga toobo iyo la ka arag waay oo tan wal ka bedel waay may weeli nimankan makiin ogol barto inno li timay la ka qoranaato li to hab qoranta guri reeda dambey ma marka digli marfla may adduunyada in sheegay aro inno taariikhdiyo iyo ne dulsho meel ka aqeen meel ka balaawlaayaan shalay wal ilaah ka suubi maanta meel la roogo dadka aanada ay shabaayaan in dadka aanada aan shabaan inuu fahmaan arnimiyo sagaal bilood la ka dhaqday waana la ka dhimada lan kirigee u soo dhareerka iska tiro inuu dhimado fayl haddana majirto meel Soomaali oo maaraka ama dagaalka dhiyow oo dadku aan ka jirna dagaal ma dhiyow nimankana number 1 ee dhimashada haddana abood qaybsiga iyo nay guul lan gadaal ka fadhiyo qaaday dagaalka adiga dhamaadas guulin naman kuma qaadayaan may weeli haddii wali deegaalka ma awisleeyda haddii la ka sheego gobolada dhexe ma awisleey magaca geeymay hayay langool bino dhulgay horeysado haddana nabiirada kalban dhuljo ka akaadan iyo dhulki dadal la ka feeri dadki shalay dhuljo han duulay dhuljo jahannama lan ka dhiki maanta haddii la xisaab dhalinyarada meel ka baabaadi lama kun sidda kun ka badanta haddii kuwaran liito gobol lama kun isad kun aan dhamaada fadn tii ku guulmarooga fadnay mise waxa ka gardarooda fadhay marka nasiib huma siyaasiin wala eedan wala oday dhaqan dad kun ka habsitiw marka sixir mar hor la soo biyo ka ala ilaahay ka dul qaad marka 18 November iyo jilbaad oo dareer dumeel ka jilbaysnaa ku buurnaysa oo maraas ku kor dhiday jilbada jilba ka dartii si aad buu aan hal taasa ilaadaan ma wal qiimo aad geeka tumiisa diidan November iyo ka fadhiida ma leh bal laati toobada biliku way 2014 oo dadkii gadiid lahaayeen oo qaarjoona dhimadeen qaarjoona dhahan noolagna dhahan aanu ashame kulli madaxda qaaran nool qaar noolan haani gadadeen walaalkalna walaad far ku tiris oo yar marka soo digire marafla dhalinyarada iyo ilaahay siinbadi madadal i dibid saasan dhobantii ayogin inoo ka tala tan mar walba dabara aan lahayn ka baage aad buu maxsayay walaalkaasi 13 November yaa iska leh su'aasha siyada ah markayse macnahi way dul hoganeysa 13 November yaa iska leh waa su'aasha ugu badan ee maanta markayse la weydiinayo dadka wabiyada dad badan oo nasoo wacay janis waa u siin doona hadii ilaahay uu awood dale uu ka raali noqdo horta calankaagu waa kee maxaad leedahay maxaad samaysatay taariikhdaadu waa tee su'aalahaasi ayaa weydiin doona qof walba oo ina soo wacay hadii ilaahay uu dale uu ka raali noqdo jugjug meeshaada joog ayaan soo qaban doonaa oo ina soo wacay qaarada Mareykanka aan rajaynayo inuu macnaheedu naga soo wacay dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaalaha waxa nagala socotaan barnaamijka Southern Media Corporation hello assalamu alaykum wa alaykum assalam jugjug soo dhaw waa dhawaa waxa salaamay adii Soomaalida dhamaanba assalamu alayhi malaa'ikta ku soo salaanta insha Allah waxaan rabay horta alanka wax badan laga hadlay laakiin waxaan rabay dhalinyarada maskaxdooda horubday horta inay dadka waayilka ay dhageystaan dadka wax garadkeena in la dhageysto way fiican tahay laakiin hadii lagu yiraado hotel hebel isugu taga oo awooda amaankiina waa la sugayaa oo banaanbaha sameeya ama alankan weyneeya waxaa fiican horta adiga yaa ku hoggaamiya odayaal ma wadataa waa odayaalkan lama rabo odayaal oo hotel jiif ah odayaalka oo deegaanka ah oo rasmiga ah oo talada ka go'do ma ku hoggaamin hayaan waa maya waa marka hadii odayaal baadan ku hoggaaminaynin sabab adiga oo meel
in lagu yeero adii aa u tagto horta meesha ma taalo marka in ka soo dhalinyarada oo hamigooda iyo heekalkooda ay muujiyeen laakiin balse waxyaabo badan ayaa ka horeeya inay xisaabtumaana la rabay ugu horeen waxa waaye calanka oo caawa ama loo dabaaldegayo su-aalo badan baa ka horeyso sababtay tahay haddaad qof far ku taagtid saddex farood aday kugu soo jeedaan oo su-aal bay ku weydiinayaan marka saddexda gobol ayaa horta dadkii sameeyey ayaa maanta xafladan ayagaa samaystay taas kuwaay midda kale shalay xildhibaanaa loo diiday ama gabar oo soomaaliyeed oo xildhibaan ah oo macnaha wax badan waddanka ay soo qabatay ayaa eelboorka inay ku dhoofto loo diiday waa isla xamartii xildhibaanaa lagu qashqashaaday waa isla xamartii dadkii oo sheegay in oo rahween ay wael yihiin weeshii lagu sheegay waa isla xamartii marka in maanta haddana oo dhalinyaro oo sportis ahaa ayagoo bay dhow joogaan la yiri ninkaas ma imaan karo oo ha laga soo reebo cayaarta intii kalena ha yimaadaa waa isla xamartii dhalinyaradii intii eelay waay la yiri oo maqorfeen gaari la qaatay baawurtii la jijabiyey waa isla xamartii isla xamartii haddana in lagu yiraahdo soo baxo allankaaga ku weynay haddee allanka waxaa iska leh dadkii shalay aa ku gumaaday kuwaasaa haddana xafladda ayagaa kuu qabtay aniga intaasaan dhihi lahaa laakiin xafladda saxda ah oo odayaalka ay ogol yihiin kii odayaalka ay soo saareen oo asalka ahaa waa tii lehda gobol ayadana waa 13 ayay dhici doontaa waana annaga haddee haddii hataa meel aan aadi wayno gaariga dhahdiisaan ugu dabaal degeynaa sababtay tahay waxaa la yiri uur jiif habartiisuu ku gowra-an yahay annaga uur jiifaan lahay habartaan ku gowra-an nahay marka waxaa kaloon rabay allanka meeshaasaan ugu sii gudbayaa waxaan rabay laakiin dhalinyarada digri mirifle maskaxdooda inay shaqaysaan rabay caawa haddii ay saas ku dhintaan hataa waxa waaye ninba tiis u yeeleen maahayna ayaga tooda ma yeelanin farxaddaasna farxadooda maaha ninbu rabaa inuu farxadooda ku faano taas hagaa ugu sii gudbaa waxaa kaloon rabay inaan fariin u diro dadka wabiyada dega iyo dadka la dega soomaali horta isma degaalsana ama mahaa isma degaalsana sidaa la socotiba hadda waxaa maqlayay in oo dowladda federaalka ay u hambalyeynayso ii sheeg waqooyi bari waqooyi bari markay u hambalyeynayso waqooyi galbeed somaliland ha waqooyiga ha somaliland ha lehaada somaliland ay u hambalyeynayso puntland ay u hambalyeen weysay meesha macnaa ku jiro sababtay tahay waa arrinkii irir soomaale okay maxaa marka xasan markuu hambalyeynay su-aala meesha ku jirto marka la rabo soomaali inay isweydiiyaan war adigo oo rabay in puntland dastuurkeeda farfarayso ama doorashadeed hataa guddi aad u dirtid ama wax walba aad farax la gashid aad isku dayeysay puntland xildhibaanay ku leedahay somaliland xildhibaanay ku leedahay dowladda federaalka maxaa meesha kuu diiday oo meelaha kale aad u farfaraynaysa hadduusan ii sheeg irir soomaali iyo amo adiga wax kale meesha qiyaano aan jirin waay marka waxaan rabay bal in soomaalida ay gadaal u fiiriso dadka oo wabiyada dego digri mirifla iyo dadka isla degaan ayaa isku dan ah somaliland ciidamo nabad ilaalin ma joogaan puntland ciidamo nabad ilaalin ma joogaan adaade iyo golmudug iyo dhulkaasay dhuusumareeb iyo ciidamo nabad ilaalin ma joogaan meeshaan oo ii sheeg britweyne ayaa waxaa joogo walo la yiraahdo jabuutiyaana marka dhulka annaga degno ilaa iyo kenya xuduuddeeda keen maxaa culummada lugaysa iyo ciidamo nabad ilaalin dhulkan le maxaa keenay maxaa dhulkaasi ay u tagi waayeen maxayna ugu soo dhammaadeen oo dhulkan ugu soo arursadeen timirta lafaa ku jirto waxaa la rabaa war annagii ayaa laisku keen basalayna war annagii in la xisaabtumaa la rabaa war dadka dhulkan lahow war in la qaybiyo dan maahane aan isu tashano aan isu tashano xooggeeni xiniyaheena aan fuurno taas dhalinyarada aniga aan ka mid ahay aan fara
odayaalkeen waxaan rabay inaan u sheego odayaalkii siyaasadda ku jiro ama ninka rabo maanta inuu siyaasi noqdo ama maanta ninki buug qoraayo buug ku dar war ninka digil imirfla ah tan iyo sheekh muqtar ma haa anaga baarlamaan aan u daba taaginaa war maxaa gudoomiyaha baarlamaan maana war ninka habiyaha wuxuu raadinayo ani maxaa iga reeb war ninka daaroodka wuxuu raadinayo ani maxaa iga reeb muwaadin soomaaliyan ahay kitaab miya waa isoo digi ma ii qoray maxaa aniga oo macnaha adiga dowlad imaataba maxaa baarlamaan aniga ii sidee dhibka haddii aan isla raadin madaxweynenimada digir iyo mirifla hoostan ay ku jiraan maalin kastana ayagaa lagu hamaalina dantooda markii laga gaarana saas waay dariiqa laga saara sababtay tahay shariif xasan maalin baa duun meel loogu gudbay aadamadowahan dhowr jeer duun meel loogu gudbay mursal duuna loogu soo gudbay ii sheeg ninkii ahaa allah u naariise brofesorkii sidaas oo kale waa la qiyaameeyey marka maxaa keenay in qof adiga le soo dhistay inuu ku qiyaameeyo marka waxaan rabi lahaa odayaasha siyaasadda ku jiraan ninka ugu horeeyo hadda maanta farta lagu taagayo laba nina maanta digri marle farta lagu taagaa ninna hadduu usub yahay ninna waxa waaye hambashiisa waxay soo bilaawday huruud ay noqotay huruud ay soo noqotay waa cabdiasiis lafta garan ambashiis huruud ay soo noqotay laakiin ninka hadda oo usub yahay waa cabdirashiid jiray waxaan rabaa maskaada inuu ka shaqeysiyo wax badan ay ummadda loo sheego war ninka adiga ku diiday adigana jiritaankiisa diid taas taasaan leeya marka in la xisaabtamaa la rabaa dadka webiyadan maxaa labadan dhib keenay wadamada kale nabad waaye intaasi waxaan rabaa soomaalida inay ku buraarugtaan rabaa waxaa kaloo rabay xamed madow wuxuu soo tuuray guddigii oo ahaa toddoba inay ka kooban yihiin aan filaya xamse waa tahriiba yiri ama ha tahriibo ama dayaarad ha raaco ama meeshu raba ha maro hadduu tago wax uu soo qaaday male sababta tahay maxuu meesha raadinaa uu soo qaaday meesha jannada la raadinay maxay tahay marka xamse meesha waxba uma yaalan sababta tahay dadka dagaalamayo xamse waa ka weyn yihiin wax lagu dagaalamayo xamse waa ka weyn yihiin marka waa ka xari waysay waa ku haysataa eri la yiraahdaa meesha ku jiro sababta tahay xasan shalay dowladnimo asagoo u jeedo asagaa duur idla u mare axmed madow shalay hadduu sahana iyo hadduu qaldana axmed meeshiisuu taagan yahay waa ninka labka wada waa xasan shalay hadduu dowladnimo uu rabay oo dowladda shalay jirtay uu hogaansami lahaa maantana asagana waxawaaye mirahaasuu gurin lahay waa loo hogaansami lahaa laakiin shalay wadadii uu ku taageeray ninkan wadadiiu ninkan haaya marka shalay ilaahay aa wax ka dhigay oo ayaga dani iyo ninkan ay wax ka dhigeen xasan maanta dadkii shalay dhisay haddii xasan maanta ka baxeen xasan wax kasta uu sameeyo kursigaasa ma fadhin doono sababta tahay shalay waxaa maqanaa butland maanta waxaa go-ayo jubbaland kuwa kale ormarik waa ayagaa sii baxayo kuwa kale automatic ay u baxayeen macnaha ma aha hataa mid saasa eedma automatic ahaan ay u baxayeen marka waxaan rabaa daniyow maantay ku haysataa xasanow way ku haysataa axmedow way ku haysataa saddexdooda shalay baadilka ku heshiiya maanta waa haysataa waxaa soo haray saamileyda siyaasadda ayagana meeshooda ay haysataan dhib kastou jiro meeshay taala marka dhibka maanta taagan yaa sharaf ka helaayo marka shacabkii nadiifka ahaa iyo ninkii shalay inuu daacad ahaa iyo inuu laqdabo waday waxaa addeen u noqday inuu daacad ahaa xasan iyo dadka maanta isaga qabsiga yaalo sababta shalay iyagaa talada soomaali dhexdeeda ka qaadeen soomaali oo dowladnimo haysato wado fiican ay u socoto oo meel fiican la hiigsanayo oo farmaajo uu dhahay gaalka yimaado soomaali waa inuu annaga na dhegaystaa ma aha inaan asaga dhegaysano wadadaasaa soomaali ay maraysay laakiin waxaa lagu soo celiyey in gaalka soomaali markuu tago asaga la dhegaysto oo ninka soomaali hadalkiisa aan meelbu saarneen aan la ogeyn soomaali maanta dowladnimada meesha ay u socoto marka waxaan dhihi lahaa dad islaam waaye allah isku diro sababta tahay wax nabad loo raadiyo ma aha kanna noomarona kanna noomarona kan noomarona laakiin hadda afadaali waxaan qaadanaynaa xasan go-aanku wado
go'aan Soomaali aan faa'i ma ahane hata tala abgal ka wati aad hore u sheegtay hata tala abgal haduu maanta qaadin la waayo diris wanaag abgal la hati la dhahay way marka taas waa meel ay gaari leh marka waxaan rabaa nin kasto oo maanta Hassan garabkiisa taagan ha kugu filanaato Fahad Yasin ku soo bilaaw baarlamaanka horta waxaan rabaa baarlamaan inuu san cadaalad lagu sugeeyno cadaaladna ka shaqeyn doonin waxa ogaata kursiga Fahad Yasin wuxuu ku soo bilaawday sidaas oo u dhamaana nin kasto maanta Hassan la shaqeeyo ama Hassan ku garab dhowno sidii oo maanta Dani iyo Ahmed Madobe ay banaanka u taagan yihiin saasayna banaanka u istaagi doonaan marka maalin uu aadan ku salaamaya haddaan su'aal ii qabin Soomaalida intaas aan la wadaagi lahaa waxa kala soo dhubeynaya oo si diyaar garoweynaa 13ka oo November oo macnaha dabaaldegga alanka oo saxda sababtay tahay run iben meel magalaan sheeydaankan waxa waa 3 bilood marka ma ahna raali ahaada ii sheeg maamaha qiyaareedna ma kuwan banaanka ko ordaayeen sharmuutu waxa la yiri toobadeeda 3 bilood ma dhaafto marka kuwan bugbugtooda iyo Boolhoftooda 3 bilood ma dhaafane odayaalka iyo malaaqiinta anaga idin garab taagna idinkana waa naga garab taagantiina horaha loo socday dhulkaanay sidii gacanteena ku soo galay laal dhidaal aad buu mahsan yahay jugjug meeshaada joog ayuu ahaa studio Southern Media Corporation inoogu waramay jugjug waanu mahadnaqayna hadii Allah uu dal uu ka raali noqdo dad kala duwan ayaa raba in ay markaysa marti ku noqdaan studiohan calankan digil aw mirifle kaliya iska malahan waxaa ku heliya dad kale oo Soomaali oo qabiilo kala duwan oo dhulka wabiyada degan dadkaasi nafsadooda su'aasha way soo galeysaa wariya iska leh calankan calankaagu waa noocee ma toosan yahay mise uu qalloocan yahay 13ka November hello assalamu alaykum maalaadaw ku salaami wa alaykum assalam marka soo dhawow calanka Mainland waxaan u maleynayaa dadka kaalinta mugga macnaha ka qaatay soo dhicintiisi ayaa qayb ka tihiin horta 13ka November ma u dabaal degaysan ma aniga shicibka xogaa dareenkooda ma qasaay waa taageersanahay laakiin baasha waa siyaasadeed san dambayn waa dareen baasha oo shiki macallo adoo waxa dareen san baaga macallo macallo baasha waa ka shiki anuu waa ka shiki dhalinyar oo war gabiir ah oo calanka soo duuduway shan oo banooni laga ciyaar waa dadkan xaa dhagayeen marka arko waxa ay baasha waa qaloocantaan dhan ani inta asaba macni ah kugu filnaatay tusaale ha ma dadkii shalay arag buruna ka ciyaar weyni oo eelay xunka asaar dhahay oo naxabadeenay dhagaxay u riday maanta calanka soo duuduwan oo ilaaba kuure number 4 ilaa ciyaarshan uu wareeg waxna baasha baasha tiyoor maan marka waxa tiri shalay isla calankii waay kan aan macni banooni kaga heli weyday haddana ha ma taas calankii ma isla calankii waay dadku waa dadkii ilaahay ku wada dadkii eelay waa tiisan laay waay waxna maxaa macquul galmaanay maanta calanka la soo duuduu aqal galmaanay baasha maxa maskaxweena ka dambaysay dhagowde marka macni meeshaas kaga shakisay baasha inay macni wax qaloocay yihiin dan inay ah ma ano shakiya uu jir hadda markay xogaa muqaalka daawaday waxa aadan ii soo baxday markay dhal ahay lixdii oo hadii meesha miyalin ee baasha calanka gududan oo saxda ah oo toosan oo meesha laga rabo ku jirto wax kale ay soo bax markaa sheegta qaloocay wax ila fiiriyo gadaal aan u noqdo qatfad waye ariga dadka macnihii dhulkan koonfur galbeed ama koonfurta Soomaaliya ka mid tahay ma aaminsan tahay horta ma taqaana 13ka November meesha ay ka timaaday aqoon ahaan maana baam ku sheeg meel ay ka timaadeen ma haday cusub Allah waclam marka 13ka November ta meesha ay ka timaadmo ogidba ma ba ogidba Allah waclam haday cusub tahay ilaa waa ku ruuya anaga oo liyaabanay baasha hada lagu jalbooy hor maaru arku waas dafad ha marka waxa way maalo dadaa duum wada koore marka talabaadna xogaa macni mid ay dhaano dhig weyn ay dhaano oo abgal ah aba mandood mid oo xawaalaha challenge la galay wuxuu dhahay hadii number 4 ilaa kilometer 4 ilaa ceelasha ilaa number afgooy hadii qof raxweyna calanka uu soo wareejiyo
birka waxa iska xiraa soo dhaaya macluumaad laakin soo lagama yaabo in loo maxeynay 13 ka ha marka waxa arkay marka qaar arsame waa lagu maxeyaa way dhacday hadda ogow ha marka soo lagama yaabo maadaama 13 November macnihi qoliyahan ay wataan oo dadkan wabiyada dusha laga saarayo in lagu socodsiyo la rabo dhulkoodii taariikhdooda lagu la wareegayo yaani adduunkan la tusay inay raali ka yihiin saddex gobolna ay ka maqan tahay marka in lagu gelinayo arxame wa sameeyayso ma ha may baasha mar hadii ay xabadi wax laga qaadi waay maskaxa lagu adeegsanaa lixdii hadii saddex laga jari saddexda lagu diiwaan gelinaya allah mustaan hadan wadii oo dir shicibkii ma soo sheeg adduunka social media dana shabeelada hoose ha tartiib ha sabraas la infaade kala waan dadka xogaa wargirka in ba abgaalkan jaalanja ka dhaxeeyo marka ayagana oo ku daartay infaade waxa arkay dadka wax soo duwaayo ilaa waa ku reey baash wal macaan infaade marka waxa leedahay dadka u dabaal degay dhalinyaradeena xamaasada oo wad macni calankooda jacel qaar kood 13 ka meeshay ka timaad maba yaqaanaan alaada taariikhdaas ما بيقع أنا بمعنى هاد ولا صوراري بيسوا على صدوا على السوشيال ميديا لسكي بوتي باشي بولا داري عارش عارس كان صدوا بلس صدوا بكارة صدوا بلس كان صدوا أفقوي بلس كان صدوا مفاد مركا معني أدي إذن كو أدي أدي عرلا إذن ما سمعين إيسان نار تحرق قال هدي لقد ما قل إيسان سيب قلين أري أنا وحايا وح علي تاريخ وياشا عيد جزيين وح صح لحدي علن علن كيو توصن أنا قال سمعيني ها كاس ملوك قال هورتا ذاكتا فيري ما ها تاريخ ديني توصن لو ديدي كودي تطبيل لباطن كبش كوبات اي دي سي ده تي اهيب تطباطن يسدح لقبيل محل لو ديدي هاي لو قرين ايا لبضي بشي افراد لبضا كن ايا لبضي شاتي قدود مدحوين او نقضي بروفسور عبدالله شاي اسماعيل او بيامال احمد حوين كحيين او نقضي لحدة قبل عالان كواد عرقتي موقال لده سي والا قرين ايا يعني لكوا هاي وصوت دادي shirki bonkay 93 sayd dalsay araradi markii jabki salbalar taariikhahan oo salbalar ay ku jabeen maxaa loo qarinaya guushi dadka koofurta ay la yimaadeen taariikhahasi ay sameeyeen maxaa loo qarinaya 13 November markii bakiin lixda gobol inta la burburiyay xasan oo sharif xasan geeyay maxaa macni kor loo qaadaya xamar janis loogu siiyay inay boodboodaan aan loo qashqashaadin iyadoo ciyaartoyda calanka lagu dilay maanow macnaheey baasha taariikh loo sheegayo maadii taariikh sax ay tahay dadkan waa dhibaysaa ma ogol ma fantaa taariikh sax ah waxay macni lid ku tahay dhulkii boow laha shabeelii hoos la goosan laha wixii la boow laha wixii laclaaba ma lid ay ku tahay hadii mid ay wataan ay ku keenaan barasiidii ay ku qaadan laa oo fudaaraysa ma fantaa adiyad marka dhawdi lagu gali adiga macaan ma adduunka maskax way maskaxa laga gumaysaa way adiga dhalinyarada waxaa tahay dhulka wabiyada ama mainland anaga mainland aan u naqaana dadka qaar koonfurta Soomaaliya dadka qaar koonfurta waxay doontaa lixdan gobol maadaama lixda gobol ay soo jeedid biyamaal a tahay calanka hadda socdaa midna uu toosan yahay inta shirar dadka koonfurta ay qabsadaan calankoodu u toosnaa kan nalo keenayna wal uu qalloocan yahay sifooyin kala duwan ay u sameeyaan maya saddexa naga maqan aan u qalloocinay dhulkeena qaybaha maqan qayb waxaas oo dhan wax sheegaan adiga haddaad dhalinyarada koonfurta aad ka mid tahay calankaaga ma toosan yahay guduudka mise uu qalloocan yahay sidiisaba waxaan noo sheegi kartaa ana calankeyga anay waa toosan yahay lixdii aan ku sawiran kan kale ana ma aqaano allahu aclam bay mid qalloocan aa jiraya kan qalloocan way kan loo dabaaldegay mid qalloocan ka kan hadda sanqan la gelinay mo ha 13 November kan qalloocan way hadda dadka la kor saaraayo ha kan qalloocan ka hadda ay wataan la ay kiimo isku shaabaday ah ha macni kan hadda qalloocan kan nalku oo macni aanu ku shaabadeenay way oo hadda macni oo wixii nacbaad dhan ay ku soo duubay infant way dhalinyarada maxaad u sheegi lahayd marka calankan qalloocan iyo 13kiisi iska tuura ma dhig lahayd kan toosan profilada soo saarta markaysay macni dhar ka tosha rag iyo dumarba mise midkan qalloocan wataad leedahay hadda kan qalloocan baa lacag la geliyay suuq leh macni dhalinyarada markaysay macni ay wada wataan maxaad u sheegi lahayd may macalno kan qalloocan waa foodo waa infaad kan qalloocan waa taariikhdaada luminaya sooyaalkaada iyo soo jiritaankaada luminaya dhulkaada lagu qaadanayaa si maskaxiyan markaan waxaan leeyahay kiin iska boodbooda dhigma laakiin kan qadiyad ah mar walba weyna madax nisaarada lixda saxdig ee iyo calanka macni gaduudaas oo toosan kaas waa saxda ah kaas inay ayagu macni ay ku dabaal degaan
كاس دكاس وديس فات دكاس وح أي دواي موجي وح يعني وح إيران لأن كوسرة إيران فات كانوا عبقرين إنه وحين إسكوتة لكن يعني ماشي مسكحبة صعتو دكتي شلون كنا عبا ما أدري كوسرة دواي استوحينا كجرو إلا هو كورة مركي قبل العيارة إن أضلوا عايو لو نهاية لو دلو مركي دل لقالي هن إلا هو كورة إيجا وقت كبرنا عمل يعب إلا هو كورة ماله بيجا تيجم بهاي ساعة وكب بجاج يلو تصدو حق لك صبحوا يا بسم الله الرسول يا عمر أنا يا وفد يا جعل كان وزيد كان لوفت عط إمام محوى يعني وفد هذه هذه مركا معلو معلو إن شاء الله وحليه تاس ماشي أو بحياة الله وانو حليه إيه نيو نول بورت روكيس وأوتشتي قفل بن وحوي قوف كيس وأوتي ضد كرد ماشي دولت نمي لسكو هايستو باش أي خرير تاي وهل كان واي دول كان هلو تشتو عليا نميو إيه ضد كوار كيس قفل بعدو هذه من عند ماشي لسكو مرسية ودول كان واي وويذا waxaan leeyahay doorasho aad maxmudu wadduu qabsado lafta garee asna ku xigsado banaankiisa istaago ciidankiisa isku yirtay artig lafta garee kaliya waxa kala anaa inuu dhawaaqo oo dhaniyo wixii wabiya ku soo jeedo ciidan federaal ahaado state ahaado halkaan isku maadan wallahi billahi ma aanu shin amal meesha uu imaanafad wala sugaaya inuu dhawaaqo insha Allah ta'ala sida aan insha Allah ilaa idinkiisu waxaan gabaraya insha Allah kan masiibadiisa iyo khiyaanada ee balaayda oo maleega ilaa naga qabto بأسنة جهورا بوارنفات إن شاء الله ما نقول بخرش كينا قرش إنت كبح كنا حمزة تهريب الله مستعر حقا كدعضي نفات الدول اللي ولا نفات أدي بوما سيئة ولكن إساقة ماركي سيوانين كسو جيدة ماركي سيد دقمضة مركة قبل كشابة لده هوسي أو استوريا ها Southern Media Corporation إنو قوة رماي وانو مهد نقينا ولالكا سيسيدة في عن ماركي سيفكر كيسي ونلو داقي waxaan soo qaban doonaa hadii Allah uu dalo karaalno Cabdi Salaan oo kamid ah saraakiisha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ragi jilba culusta oo markaysay isagana aan ka wareysan doono ahwaasha programku ballaaran yahay qofal meesho ka gali karo raisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre ayaa doonaya inuu u tahriibo markaysay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose markaysay halkaas uu doonayo inuu dagaal ka rido si kasto ha ahaataba ماركي سمعني عبد السلام أو نصوى عيبة أدوه نلتشوقها سلام الله عليك عبد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقا ويا برتين وصار عبد السلام ورئيس الوساري هي ما إيمان كرديد بالإيري مجال هذا كسمايو السجن وحولي وان أتهريبا يا أفر بقول السجاشن أسكري بوديار صدي دوما بوكو بحايا سيدا قرشي سوياي محا حمس عبد بره محو أتهريبا يا والرئيس الوساري لما لقد تشاهدوا شيئا 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 دورش على الرباب اللي يري ما هو أحمد مدولة ساقع ماشا كتاليا إلهي كسكو ما هو هدو يرانو مر هداد سحر سنة يقدر تير مر لبعد أنيقى وحيقدر الميسان الدادك الشعبية داوان رحدي غيا وحيسان اسكمل ملوغضو و يصواليو ميري تشوكتا وحوا اسكمل ملوغتا مريهي دورشا حقية حلالة كسعوت مريهي لكن هدو يرانو وحي شرعي بان كسو علينا يا ما هي توي حمسة شرعينا وحلا بتشوغينو كسمايا وحدو رئيس الوسارها waxaa la yiri xusha waxaa lagu yiri nabiga dhigayay waxay tiri rasuulka salaatullaahi alayhi wasallam marka waa ma Soomaalida weeyaan maalaha madalhaan baa laga soo qaadanaya wax riyeelaya ma dadku ay diin u maleeyeen diin aan ka hadli maayaan marka waxay tiri marku noolaada xaarkan cunu jiray bay tiri ninka la yiraahdo xasan ninka la yiraahdo hamse marku raisul wasaaraha haaba kismaayo wax ma tiri jirin ama dadkiisa ma u matalin markii hadda xasan si dhacayay حسن baa wuxuu rabaa inuu ku shaqeeyo ku raayama waa dadka kismaayada ee khalkhal ku galay ama dadka kismaayada inuu isku diro marka xamsa kartideeda iyo dadnimadeeda iyo xiniyaheeda ma loo ahmed moodoba iska ma celin karo wuxuu ahaa xasanna kismaayada waxba kama qabadna wax kaga qaadi karo siyaasadna wax kaga qaadi karo xamsa waa la iska celinaya madaxana lagu dhufanaya wuxuu ahaa awla wax lama joogin haddana wuxuu ahaa wax lama joogo nin baa ku shaqeysanayo waxa weeyaan asaga waxa la rabaa
gudunti wax goynaysa inuu noqdo daabkiina waa xasan weeye marka xasan waa laga sheeyaa waa laga sukayaa waxaan horey ugu maleegay marka waxa leedahay horta anagu waxaan ognahay in kismaayo duulan lagu yahay cir iyo dhul iyo badba marka xamse cabdi barre hadduu taariibi hadduusan taariibinba waxa leedahay waxba kama qaadi karaan isaga iyo xukuumadda xasan sheekh maxamuud waxa uu ka qaadi kara laba arko muxuu ahaa beesha caalamkana meesha way joogtaa ciidamo biiskiibingi oo kiyana waa joogaan oo weliba soomaali u badan oo weliba qabiilka ogaadeenaya u badan oo kiyana ciidamo etoobiyana waa joogaan oo weliba ogaadeen u badan kuwii ogaadeen oo reer jubbaland waa joogaan marka waxa weeyaan xasan waa meeshuu ku jabi lahaa weeyaan ama ku fashilmi lahaa siyaasad ahaan iyo cudud ahaanba waa meeshuu ku fashilmi lahaa weeyaan marka kan doqontahay lasoo dirayo waxba la joogin meydkana meydka awal meyd beena buu ahaa laakiin hadda hadduu maxuu rasmiga noqonaya hadduu kismaayo isku socdo nin kabaasatigeeda ama jabhadayn kara ama kartideeda ama aqoonteeda ama aragtideedana maaha waxa weeyaan aniga labadooda waa isiman yar laba nin oo baalka waa laakiin dulmigaan diidanahay muxuu ah axmed madooda iyo xamse waa isiman laakiin waxaan ogahay labadooda inuu karti badan yahay ama dadnimo badan yahay ninka la yidhaahda axmed madooda daas waay baa wixii nool baa ku nool ayaa la yidhi muxuu ah ninka la yidhaahda xamse meeshuu joogana wax kaba aha meeshuu imaanayana wax la imaan maayo marka waxa weeyaan waxba an waxaan kula talinayaa maxaa heeta meeshan waxba isku soo la goynin adoo nin u shaqaynaya wli xasanna gurigiisa baay dagaalla hadduu bilowday maxay haytoy waddankiina dagaal buu gacanta u geliyey cid igoo foodto xunna ma leh xasan oo waxaa arki doontaa ama maxkamadda heeg la soo saaray ama soomaaliya lagu dilay bal kelmadda aniga maanta iga qor ama waa la dili doonaa ama heeg baa la soo kariya sababtoo criminal weeye wuxuu galay maxaa haytay dagaal buu galay waxaa dadka sagaa isku diray puntland buu isku diray waa qoranta recordgi weeye kuwaanu isku diray muxuu ahaa somaliland buu soo shaqooyo sagaa soo hogaamiyey wixii dagaal ka dhacay oo gobollada dhexe ka dhacay isagaa u dhacay maxay haytoy dhusomareeb buu fadhiistay oo muxuu ahaa dagaal siyaasadeed buu u fadhiistay dadku waa wada garanaya laba bilood buu fadhiyay labadaa bilood habar gidir buu u yeeray wuxuu lahaa dhusomareeb oo halkan dagaal ka gala markay soo galeen xabad buu intuu qaatay u dabamaray jinkadihii iyo guryahoodii iyo xaasaskoodii buu dabmaray oo dugaandigta ka dhigay waxa uu ka shaqaynayo dhan ummadda inuu baabiiyo buu doonaya marka annagu waa fahmaynaa dadka uu dabamaryeenayana ma nihin waa u jeednaa indhaheennuna muxuu aha waa kalahayna anugu markaan hadlayo soomaali maanta loo hadlaa ma jirto magaca soomaaliyeed oo dowlada ma jirto qolo walbo haddaad mainland tihiin iyo haddaad puntland tihiin iyo haddaad muxuu aha koonfur galbeed tihiin iskuuli xasan qabiil buu iskugu dhurtay wixii muxuu aha maxay waxa dowladda wixii lagu sheegaya waxa iskugu dhuratay maxaa heto fidmo nin walbana maanta qorigu haysto xasan buu haystaa iyo dabal jadiid because waxa weeyaan fidmay ka shaqaynayaan marka waxa weeyaan dadka maadaama ay fidmo u shaqaynayaan in la baryi maaye xabad baa layskaga celinaya xabad baa layskaga celinaya wax baryo ma jirto iyo muxuu ahaa iyo bahalkii waxaan dadka horey bay usoo daashadeen xabad usoo daashatay dhibaato fara badan baa laga soo maray in soomaaliya laysku soo celiyo wixii laysku soo celiyey oo intaas kharash galay oo beesha caalamku kharash ku bixisay oo ciidamo shisheeye la keenay oo wax walba oo xarga laysku xiray xasan wuu ka furfuray wuxuu ka doorbiday qabiil iyo dadka isku diro laakiin maanta isagaa ugu taarikhii maalkiita waana dembiile lumber one waaye muxuu ahaa maxkamadda caalamigaana in lasoo saaro waay sababtoo waxa weeyaan ummadda uu isku dirayo laynayo oo isaguu ka dambeeya isagaa mas-uula madaxna meel ka sarreeya ma leh president of somaliya buu sheegtaa waxa dhacayana isagaa mas-uuladka marka si uu maxkamad ku gafo ama dembi ku gafo ma leh maxay hayto marka xasan waa dembiile waa international criminal waay way gartay ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadal ka duuban baa jira uu yidhi kursigan waxaan doonayaa jannada inaan ku galo haddii kursiga uu doonaya jannada inuu ku galo gabadhii la gubay xamar hoostiisa lagu gubay luul sheekh khaaleed uma hadlin sidoo kale kismaayo ayuu doonayaa inuu qabiil dagaal qabiileed uu ka abaabulo oo laga yaabo hooyooyin iyo caruur iyo maarkaysa macnihi waayeel inay ku geeriyoodaan aan shaqo kulahayn marka macnihii in dagaal qabiil la abaabulaa kursiga masaasaa janno lagu gelayaa sida ra-iisul wasaaraha uu horaan u sheegtay ra-iisul wasaaruhu horta aniga fakerkayga janniyo naarbaba kala yaqaanba uu iska hadlaa maahe jannada iyo dadka waxa weeye aakhire marka lasoo taaga dadka labaa loo kala saaraya waxna waa la cadaabayaa baa la yidhi waxna maxay ahay jannay gelaya dad waxaa jira aan muxuu ahaa labadaa midna ahayn oo dadka soomaalidu afka qalaad lagu yidhahda handicapka marka anigu waxaanba u arkaa isagu jannaa ku gelayaa buu yidhi
كوا للايا كلا دورتا نارتا يتنال إنو يهي بان بامي سنة يا نوك أمو نارتا نوك دورتا دلو دي أدن تروا جنة تروا ناري جلو يهي أني تنال نارتا نارتا ماشي هو كل حمانة أرمودا معقول أبي معقول ديري ما تكن دوني أرمودا أبي معقول أبي معقول سألني كم عني إيه كيساد معني وأوتهري والله دجال ما دهاي هذا ذكر إسلام يا أفتح دبك كذا تسنية أديان هو أيه مركا معليه كرسي الجنة هو قال ويري معليك اسمه إيو إنه دجال سكيو وكعبة بالجنة كم جت لنا مش رجل وزارة أديان هذا دكتور سنوات ما يفديان دكتور سهاد سنوات ما يفديان دلوقتي كمان شفتو معايا تبقى سياسة دول يشكر ريحها وخاصة بإن يصير ريحي عنانا لكن في دمال واه ردالة ليري معايا هاي توي أفكا ستوي قارتنا نكي هوريا وحبيو كولي هاي مركا بافكا ستوي قارتو في دمال هدي ميرشا في دمال كدعه وحويا حسن يو بعل كمالة معايا هاي توي فيس الوسارة نغفكا ستوي طابطو حوارتي حوالا أرضا حتى وحبو كويا لانا في دمال سيجا هردالة كاكاشي أدي أدبو ما سيجا عبد السلام أيوها سركال كاسي الدولة الصوماليات أسو شقيي ماركي سمعني إنو قوة رماي استوريا وريقع لغاية استياش إداوضيات شقيمها يقايا لها قبر عزيزة وقاريا أيا نوغو صومقان هندو عصب لأيا ليلادا قد كأيا يستوى سأقو جرتا هندا هداد جوكتت سودو ولا شيء محاكو داري لاي وعدو هيميا وحا وجه ذبريا قار فيلن هراء وصاب داوان إنو عبد بلو دادن هاي فيلن كاسي نوشيك مرك فيلم عم داونه واي مرك ما شو تيجي داونه ما حمسة برة حمسة عبد برة طلع وما ينتهي ولا تيجي داونه مجند وشيء جاي ولقلي داونه ما سمعل كلامي كم قرنا يميل ولقلي داونه لكن كل واحد حواي فيلم أو هراء وصفير سنة دمات كيس في نال كي أو أرجنه حتى في نال كي حتى صار أرجنه لكن دوما أنا ياكس ما ينقب سنة يوم حيتها واحد صح كجنا ما لو حيو قرر وكلام مره محيو قبنا كرا هرتنين إيه ما يكيم تلقى سيسوق ما كم إيمان يتبي في ورطايا اللي سوي ديوال ده عارك هذا كسماء إنتو كسمائك أوجي كسمائي ولا جيستين بعجيستو وتري ماكو ماشي يستي حسن أول شقي سنة أيه مشان حسن لشقي سنة أيه قبلي دارشة قد دارشة تري لا إنتو صاوا أيه عر كود عدا أنا اعتماد ماشان عداتي ما ده بستوالد أنا بحكي عقد فنا حليمة يري قبل دي عير كهاي في خشيني جا قبل هاي إذا عندك كنا هذا عدات ما يجوك دلها يا وده هاي ده هذي أنا روني بقول بساسة ده هذي لكن حليمة يري أفكر ده كتر أبو بس طالب أنا بقول كدلها يا هو يرنا خرم إيمان كتاعه يرنا مانجر عارين تاسيا هاي هذي مركنين ساس واد لا يا أبو لكن إذا سرعت كحدا هو مسكين وانين إلهي أنت مسكينة أساسا مايا فيري أنا قررت مركن كوشي أقول إيش كنت درس هذا منافق نمو يدق النمو إيش كنت درس هذا وقف عند صمة يدق لما لا عن دق نم دق نم حتى ملي وحل ما أنت لو قد درس كره وما لقى أنا أنت فيري كرياس فيري وحار وحام قل جرنن دار دكلاوي والله أنا بين كوشي ذين وغيره وحام قل جرنن دار ودكلاوي خف دار أو دكلا ما بجربه يا قفك وستان إنه هذا واي
يونا قابنان يونا ديرانين هاي مركا أولوغا ديري لا ينفع واي رنتي وحو قاعدة كرمالي شالا وحو قاعد لاي والاو دي جيدي واي فان ساما بل إله بان كو دارشي لنكن تنبيل سو إستاقة ببلغة ودهاي ري أقرات كي وعفوفنا وصابحن بل كور الدين تقلت كو كقلاي فيريا محو أفوفي كرا إلهي انبار عني النفط كو أفوفي كرا إلمها حيات تاس الدين بعلوسي هاي كو الدين تانب أفوفنا ويرينا saasa buku daysa dambi culus way because afar bilood ayaa nafta lagu beeraa qofka bani aadamka ah ilaahay amarka soo dhiibo markaysa amarkiisa lagu afuufa marka macnaheedu haddii ka dibna waa u jeeday yar waxay gaareen qabuuri ay isaganaayeen sama ma ka hadlay hal mar ma ka hadlay shacabka marka jannada la barkay jannada uu ku galay kursiga waxay ahayd baa leedahay qabuuraha inuu ka hadlo sama hayaada in beec taasi shacabka Soomaaliyeed oo sida aragti loo galaayo taasi laakiin ciidamada la leenaayo iyo qaraxyada dhacaya raisul wasaaraha muxuu jannada ugu gali waay uga hadli waay iyo gabadhii loo hadii inta jannada waxa soo wadeen boofii aniga dad waxaan arkay dhahay waa sheekh inta sheekh maahan waa shaydan aniga ku dhahay marka aamusnaantiisi miskiinnimo maahan miya ma jirta xaram aleek abadan meelo هنداي هذا دوكو يرادو هنداي أنا جم أركيسة وذا ده هاي الدولة ده حارانت هذا مرة بو أركيسة مع أنا إسقط قطب السرية سنة دوكو له ما يلي الله الله من الشيء دار جم راي داعي سايو إسامر منافق ماله معي أنا جا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم حي يا بار سائل أبن كودر ما هو يا بار مركب الواي والو الرئيس الوزاري لما واي ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم لا يا ويس أبدا أبدا أقولي ساوي أبو ما مرك لكن لكن لما كرسي الجنة كوك جلاي كسمعي عن معنى عيد أي سنة أو تهريبة كورن ده عن دلها وحاس فتا بعد واب وجد سما مرك جلاي هذاي أمر تنا دتك ولا ينها سما هذاي أسره وده حتى دتنا واد دلها محيط مرك أو مسكيني ماذي مرك إيوداني ماذي جنال وحكا جرم ملاي وحكا جرم ملاي شعبك إلا الله يما جنال وقو قلايا وابو أجرد ده شعبك يعني لأينا يا عدابتنا وإسوغي سالي هذا ما أصلا قرحة كان عيدين إليه رئيس الوسارة جنال دورة ومحوق هذي واي قرحة سيطباك وباباي مكاد لا يا مكاد سوق هذي لا واي مسكيوه قوتوينا لقو لاي إذا مضى محوق هذي واي جنال دورة ورتاس محابة ورحاتان لا مقبكتي او ودوين كل سارايو او روب تسدو الى ذا قرحايو هادي مقابل او دوا وحان لقد دايدتك مال كلام حابك ودابو يا آدن وحا أفرا ننكا بوحيا رب ذرا أفرا وقابل كرب لكن جنة كوغلا محل دي جريس بسارني مدى وفن كولا ده جنة كوغلا هنا مالي أنا جنية عذاب نوم هايو هايو حرال المقضى هنا عايتة ممر من لكن مريب مرك قاركود مركا وجيد وحيالا ودن كبا عايدات كان سيء ودق مايان وحاكو قبنا عيلا وكو قبنا يبوي فان سما أديات وحاس ويدين يسامحي ميه يسان تصوماليين ميه يسان قفكو المسلمين وحاس ويدين يسامحك حققت مكا ويدين يسادو أركتا جعفر اللي بانا دو فدرال كاميدا هذا ما أنت عبد البليال قدام عيب بدأ قرن إنه كأبى بلو شباب وادك سيد حسن إحدى الله قلعي وحلا قبصي جعفر كل سمية مش هاي سيد جعفر كل سمية ها ها وكو مرالي شاكل سلام في سال الله سادك سيد أو سركالة هاي واي فافريكان سيد ها الله هذا نو فيري والله هنا بينكو شاكل ده كامر كان فيري والله واي قد عارف والله استاتيكينا لكن يعني ضدك الدولة ضد شقية هي قاعدة بس عنا يبقى استاتيكينا هو أبو جدة أبو جدة سما فيري متكستو متك كانوا ضربين قولا يا نو بسم الله مت متك كانوا ضربين قولا يا كور عاوي ضدني مدي عاوي مسلم مدي عاوي عاوي سما علني مدي عاوي يا واي وقد ضبينتي ماركيس هنداي حسن شيخ محمود قفي عضم كوكولي سكرا سيدة قرشي سدد ولا حول ولا قوة بوح وكيني كرمالي شعبك بسكا بركي يا لكن سومالنا شري ومعارض صنعين الهايين هدنا ويوهم بلينا المحاوات وهو تيادا ودفك الدمعين سوما
ما مقر جرت نين عبد جاي سين نين عبد من قوان يسبو ولا سك على دادي أسوي سكعد كعد جن ما مقر جرت أدي إسوا دادين تي واي ها واي فين صار أنا تي جيل أنا كود عادي صح وكا أي مرك وحي تريس ماله وحى واي وح أيين ماله وح كسر أنا أيين ماله هو أجي الإسلام ها بالله ما شيل محمود درام بيدنا بو إسكو مقيقة إرجع أدر كان أدر تليشوب أدر هذا أنا كسماية لسكو مقيقة يا مرك كسمايو مارك يسمعني مضم بيقوها يان مسه ماشا فشل ما يانا يوجدان وحي وهايان ما فشل كان كاسو بلودي انا قمت كلام كشول على وحان ربينا كويدي انا قلفت قران وحي وحان كقبي همي وين ايا يوجد رنتي وهي فان سما لكن ما كان حمر انو دح فريستي هذا حمر ماش ما انو دح فريستي وقايدي وهي فان سما هذا وكتقي هذا معنى كيف او سجوق دهينن واي فان سما او سن هادلينن وحا منك ما غران كرمال وحا لكن هذا دبي ري ما له واحد لك ورن دغال هل لا غلو يراد حسن امام الكيس رجيم كيس هل لا غلو واج مركز ها بسم الله سافان الصبحين دم كشيغاينا اها 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 او حوجي القار قور كي دهايا دور شقفي هذا يا دي ذكرى من راس من راس وحيودكي محو قبن كرا الله اكبر يا إذا هبان كوك دير شيء من كاس محوق بنكرا محوق بنكرا ملي مركاني وحان ديلا صومالي يسكو تشتو ووجه الدين مانت دلن مديني دلن مديني دولن مديني ما يشام ريسين ووجه الدين أنا يا مدهي قف على الدين مدهي لكن وحاوي نرى شرعي كاعلي شمت هذا كامل إلسو آد إي آد بي أما سنتهاي هند عصب لي قبر داسي ودالتي باش هبر قدر ودن يدى استوريا ساوثن ميديا كوبريشن انو قوة رميسي هنداي واكو ما هنقينا سيدا في عن ماركي سيئات فكر كاقا نولو داكت بولان ايان ادي دينا هدي الله اود لو كرنا لنقضو بولان والال ايان نقا سوحي قاردان يوروب واسو دوينينا هدي او جوغو وحان اسكو داي دونا ان ماركي سيئسagan رأييسي ماشان هدو كدبان ايو ان اقود بنو واوع اساقان سوحي ماركوري انقا ندبان اقو عليني هدي والال كاسي او جوغو واسو دوينينا هدو سن جوغينا وحاوي وانا كقود بدون هدي الله هو دلو كرال نقضة إسلا والالكي ماشان كهدلي ايان نوسو عليي وحاكو صور دعاي من نقانو ماركي سي رأيقي سي ايانو ايق دونا ماركي سي معني هدي وحقود دمييهين والالكاسي ساقا ماركي سي معنيه مقبانهي وكقود بينا بإذن الله باري الله ان كان باريا دور قفوت او يصوو عيوي جيران سيدان اجيدو لكن ماركي سي معنيه هذا سيدان أركو ضد حاضر كوه قد كمان ولا ليال برنامج كأن هالكاسي أيان شعلنا هاي إيران كسو جب جبينو هدي الله أود لو كرر علي نقضه لقي استياش يداود ياش قيمة هاي قايا لهاو ضد ما وحنا أركا مجال هذا جروه دكان كوي على أيا وحلا يري بليري رقيص على قد جي عن تد وحي ماشي علي مركز ضد كحومين عيب ماهن يوروب تامبا ماركيس الدكان كاسي ورقيص هدي لا ضد كوي آدايان يعني دادا وحيلين قروا باهيا كنجتا داد وحاسل اسكو معيبا يسوى مالي دوا دبالو يوروب تان هده انجوبنو داد كلان ديرياش شاكتا يكوا عان شاكنين با وحاد جرى ماركي سمعني ميلو داد كار انتلا سيو يعني عنتدا دكامدا قدارتا يروديدا ماركي سمعني حرتي او يعني مالين إلاو مال موتكهور اهيد لسو اروريو او لكينا جرى حتى dadka dalka u dhashay markaasi dalalka u dhashay ayaa saf u soo gala dadka dan yarta lagu caawiya marka dad waxa jira shaqeysta oo hadana meeshaasi Soomaaliyo aada dad qaxooti ah sharci haysta aada jira oo toddobaadkii hal maalin arbacada oo kale khamiista oo kale ama salaasada oo kale saf u gala jira markaysa qudradaasi macni yara macnihi yani boqolkiiba boqolba xumaan laakiin qudradaasi macni dukaamada ilaan moogtahay waa la shaandheeya مرول بفرش ايال لقدا اي روتيك وحير لابا مالمود قد مواي وحاسا دوكامدا لقصو اروريا سي دادك اي او نولادان او معنيه ايسان او قاجونين دادك اي صفك او قلاي صومالي واي ويكو جران دادك دلالك يوروب او داشاين ويكو جران كاسفة داراد مرا وريق اي وحان اركي ميل دولد دو دادك اي كو قودس اي كو عاوسو واسيدا سوكلا دادك دلالك او داشاين دولد دا كبايسا مركا دي ليرا دو دوكان جبانبا ماشا يالا يوروب بوالا يمادا عاوينتا والا تقع محاكو جبان هدي قروو اللي يرادو معني الدكان كان لر جبان يعنتا جبان بالا كياني دادكو صف إنا يقلان ما وحاسا لسكو عيبايا عيب ميا
hadii la yidhaahdo dukaankan hal dollar weeshay iga yaala gal wax ka gado waan aadaya adduunku waa economy dhaqaale waay marka baraha bulshada waxaan arkay dadku ceebeynaya markaysa dadka reer Puntland way gaajoodeen markaysa macnahe dukaan raqiis ay saf u galeen wax ticket ka hata mid wal midku ka raqiisayn laga taa adduunka that's normal Sayid Cabdiraxmaan oo soo dhow maalaayroon salaamay aad iyo khayrta kale meesha ku jirta arintaas iyo way jirtaa oo de galbeedka sida Mareykanka oo kalaba maalin bay leeyeen maaragtay la dhaho the black friday waa jimcaha ugu dambeeya bisha november waa hadda jimcaha dambe weeysan jacalay kuma ay ka soo socda ka sii dambeey way de Mareykanka waxa yeelan dukaamadii maaragtay wixii laga dayo dhan ayaa maaragtay wixii laga jiray $500 habeenka waa $500 ama $800 marka Mareykanka waxa yeelan saf bay u galaan hatta wax kale iska daayay oo baraf gudayay ayaa habeenka si xadan marka anagu aan ku shucaytaysan jirnay marka yar yaraan meeshii waa sidoo sarakoor dhow mar moogtay waxaan dhig jirnay war dadkani macnaha ma laasan doora $300 ayaa caaw dhanbar fuu jiray oo habirteer miya iyo qabo uu ugu dhici marka waa wax iska caadi bay macnaha u noqotay waxaan ogaataa waxa meelaha la keeno waa wax si gooni lagu sameeyo hoola dhiga xataa quality ma lahan waa xaweeye kaliyada dhanba waa iska caadi dad Soomaaliye jooga in saf ay u galaan dukaan la soo jabiyo alaabtiisi in lagu xeebeyo maceeba waxaasi Europe macnahe may taas doobar sharaf waa macnahe saas u gala dadka qaxootiga saf u gala markayse macnahe quality-gu uu yaray laakiin waxaan ka wada waxaan way jabayeen kaalay hadii la yiraado dadku ay isugu tagaan ma lagu xayn karaa gobolkaasi iyo dadkiisi maani waa basharafe ta dawladda waxa sameeyay Soomaali wallahi oo billahi ta dawladda waxa sameeyay laakiin dad waxa macnahe uu isticmaalay dacaayad alla way gaajoodeen aqalina qul suuqalina qul ma dhawin waa dad tuuga ma dhawin waa dad tuuga aniga raayigayga waa dad tuuga maaragtay waa dad tuuga oo hadduu ay guurayaan sharaf iyo cisil ahayn iyo fiiriga inaad wax sadaqaysato markasta laba noqdo balaayo hunguri weyno iimaan la marmar way fiican tahay dadka inaad macshiirada qiimaha ka dhinto oo aakhira u geysato moobtay marka waxa ilaa waxa la isku caayo ma waa dhaqan xun weeyaan qofka waxa sameeyeen ee dukaanka dadka dayrta oo furay qiimihi jabiyeen oo qof caaqila waa qof masuula waa qof reeb qoraan jiray wallahi wallahi tuugo dhan dadka la dhacay rasuulka kaleey salaatu wasalaam saw ma dhin adaa iga cilmi badan anigu sicir ma goyn karo sicirka markuu kululaaday sicir ilaahay unbaa gooya qofku wuxuu rabo siisan kara xooliisi laakiin ganacsatada waxaan leeyahay dadka u naxariista saw ma dhin rasuulka akum bal le nabigu reebay sallallahu alayhi wasalam in sicirka la gooyo oo saasoo kala hasa yeeshee culimada macnaha macnaha culimo ma aha deegaan waxay tahay macnaha shariicada iyadana hadii bil midalan magaalada uu cuntay yar aad yar u yaraay taalo waxa way weyn dadka loo qaybsiyo loo qaybiyo sida ay u kala qaadan lahaayeen oo dawladdu gacanta ku dhigto oo dawladdu maamusho oo sicirkiina waa la dhimi karaa waa dadii dawladdu haysay baytal maal ku noqonaya sakadii baa laga bixin sadaqadii baa laga bixin laakiin xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam macnaha waxa waaye ganacsatada caadiga nabigu xur sallallahu alayhi wasallam yaan sicirka loo goyn oo ninkii qubiskiisii rabay inuu gado bilmetelin 10 senti oo kale iyo kii rabay 15 senti kii la laatis hatar tamaan waa free market fiiri aadanu waxaan nimankan galbeed ku dhaqmaan oo laakiin naxariisoo ku daray rasuulka ganacsada wuxuu yiri u naxariis dadkiini ana sicir ma goyn karo yiri ilaahay goyn karaa naxariista macnaheedu nabigu wuxuu jeeday sallallahu alayhi wasallam arintan hadii garow ka dhacdo oo kale dadka ka daaya macnaheedu sicir bararka iyo dhacal caadiga marka waxaan leeyahay dhahan galbeedka free market ka ama suuqa سوق حرصة إسلام قيمي هذه هي سيد عبد الرحمن رئيس الوساري هو أكو رئيسية هي كسمايو دومن بو ديار صدا عيدا معنيه محو كتركرا معنيه إنو كو قبصد دومن كسمايو هذا هو أرنت يسوق اللي سواء تاسني أم لين مرتا دولد سومالي عيدا مدى قلب كسيال بابي ورد دو يمين على حين مركز سواكش ما يجد على وحوي dooyaan xagee laga keenay anuu waxaan u maleeyaa waa dooyii xuutiinta maxamed oo warka ka gaaro magaalada waxa laga yaabaa wallahi wallahi waxa suuragal ah in dooyaha xuutiinta laga soo kireystay waa in nimankaas aad ogtay hubka black market ka iyo waxaan oo dhan iyo waxaan oo dhan waa rag iska mirqaansan macuusir baa laga gaabsan yahay tooriyar baa u xiran badda haduu gala xataa dabaal buu bixi karaa dhinaca kale marka waxa suuragal ah in shan lix dooyood laga soo kireeyay marka maxamed oo waxaan leeyahay diyaaradaha yar yar dronka kule dronka weyn ama haystay dronka yar yar ee filimaanta lagu duubo bal iyo intaad rag shaqaalayso haday xataa yihiin kuwa iska jirriga u qayila waa inay xeebaha ka daawadaan dhinaca kalena
wuxuu ka meesh gali haduu markay aan dhahay haduu bar wax ka soo degay meelahaas dhulka u dhaweeg een maaragtay xmaaya xageedan wqooyiga ay xaga een xaga barawa deenimankii baa fadhiya xmaaya oo godoosan tahay axmedna saas uu habbigu yahay marka isbaara kuwaas taala marka laakiin meesh ka soo degi kara wax waaye waa airportka xmaayo iyo ilaa iyo maaragtay meesha la raasgamoon inta u dhaxaysa beesha halka degan ee maqaabalka la dhahana ee degmada badhaarana way taageersan tahay xamse waana ku baxsan yihiin marka ninka kale axmedooga marka dee ma naqaan dooyihiisa yemantu inay khadka lagu i doonto indian ocean raadi doonaan anu waxaan u malaynaya dooyin xuuti baa la keenay marka kuwaasna u malaynayo maarag inay meel tegayaanan iyo dhii kale mudaadinaya midda kale xamsaha dee waxa waaye macnaha caqli u leeyahay hawlu leeya kuma socday waxaan waa xasan waayo waxaad ogaataa xasan haddii laga guuleysto waa ku daayey axmedooga hadduu guuleysto xasan waa ku daayey laakiin haddii axmed la jebiyo ama wixii systemkiisa la baabiyo waxaan oo dhan xasan wuxuu noqonayaa tooraha guriga marka arrintan xasan waxay u tahay duu ordhaay ama khadka ka bax ama guulayso way xasan sheekh maxamuud iyo maamulkiisi marba meel bay isku maqiiqeen mar waxaa la isku maqiiqay muuse biixi mar puntland 24 cashay ku burburi mar waxaa la isku maqiiqay dhuusamareeb mar bay dhabo waan ogeyn mar hiiraan jayte marna hadda kismaayo taagan tahay kismaayo hanoo imaanina isma gelayno iyadoo la yidhi macnihi sababta loogu tahriibayo maxay tahay loo daba joogo guddi loogu diraayo erga loogu diraayo maxaa gala meeshaas haddii waxa weeye xasan ma rabo in doorashada lagala wareego horta waxaad ogaataa sistemka federaalka adduunyada ilaahay meel doorasho ka dhacdo federaal oo gobolaysiya oo dowladda federaalku maamushaa ma jiro hadda maraykanka state walba isagaa doorashada maamula madaxweynaha iyagaa doorta xubnahooda iyagaa soo doorta dowladdii federaalka waxa iyagu soo doorteen baa loo keenaa joe biden awood uma lahaan xataa inuu hal meelaha laga codeeyo ee kioska ama meelaha buudka election buudka ama dukaamada guryaha yare meelaha yare laga codeeyo awood uma laha inuu xiro waana sharciga constitutionka maraykanka ka soomaaligana saasu kale u ahaa oo professor jawaari baa ka mid ahaa dadkii adduunyada soo maray ee sharciga doorashada wax ka qoray marka arrintani waxa weeye ninkii xasan ahaa oo raba inuu keligii taliye noqdo oo doorashadii guddi u samaysto waxaan oo dhan maamulo uu raba inuu nacmleel keensado maamulka jubbaland wuxuu rabaa inuu keensado maaragtay xamsihiina lahaa dee kursigan jannaa ku geli ee hadda intay noo sheegtay inuu xaalkiisu cadaab ku galleey yahay marka waxa waaye ujeedadu waxay tahay in axmedoobe khadka laga saaro oo isagii xasan kala baxaan waxaana hadda muuqata axmedoobe xasan marka la bixi lahaayeen baa la soo gaaray waa labadan oday waxa waaye waa isku jiitameen axmedoodana ma garbuu leeyahay wixii sharciga ahaabu ku taagan yahay xasanna horu u yaqaanaa horay horu usoo ogaaday xasan dalin la aamini kara maaha marka maalinkan maanta hadda waxa waaye axmedoobe dowladus military buu weyn bu kismaayo ka sameeyey qorihii suugii laba dhuumood loo keenay hub kaleo technico badan buu keenay dee aad buu isku diyaariyey marka waxaan u malayn warkeenana hadda waa gaaray in doonyihii dheereeyay xuutiyiinta iiraan siisay ay soo socdaan meel kale kolley meel kale ma ah waayo markab caadiya hadde kuma imaan karo meel dheer baa laga arkay waa loo diyaargaroobi hal qoryaha laba dhuumood la suubadeed baa la dhahaa maraakiibta dagaalka la saari jirin iyo marka haddii xeebta loo dhigo qoriga suuga uu ka dhex baxaya wallaahi yemanti iyo macaltuuridoodii iyo jaadkoodiiba badday gelayaan way laakiin juqraafi ahaan kismaayo waa taqaanaa ra-iisul wasaare haddii doomankii ciidamada xamar uu kala baxa habeennimo ay noqoto maarkaysa xaggee buu kaga degi karaa baa isleedahay magaalada kismaayo si uu u galo istaraatiijiyada waxa weeye horta macnaha barawa hadduu ka dejiyo haddii ma lagweyn karaanoo nimankii baa dhexda ku jira marka goob weyn buu ka dejin karaa ee la goobo in laga bilaabo ilaa raasgambooni dhulka degadeg ismaayo kama dejin karo waayo maraakiib ganacsi cid unbaa sheegaysa qof unbaa arkaya kolow xataa maaragtay axmedoobe dowladda kenya codsado in diyaaradaha maaragtay waxbasaaso loo kormariyo oo kaamirada leh oo saa u kormaro saa u socda marka waxay u badan tahay inuu maaragtay meesha dhow goob weyn ilaa meesha ka dego degmada jamaame u badan tahay inuu ka dejiyo maadaama degmada jamaame beel ahaan dadka axmedoobe ayna degin marka halka degmada jamaame ilaa kismaayo ama waxaa kaloo suuragal haddii dhulka ku fashilmo inuu dhulka dekada airport kismaayo gadaashiisa ilaa raaskamboniya oo degmada badhaara ah inuu maaragtay areada kasoo galo waa wax macnaha la qiyaasi karo qofkii kaartada military waxaan yaqaana dhulkana aqoon u leh way hase yeeshee say tahayba dhulkaas hadduu ka dego ra-iisul wasaaraha ciidankiisi sow tahriib ma aan marka soo ku geli maayaan tahriib kismaayo waa tahriib caadi bismillah waa tahriib caadiya waa tahriib caadiya laakiin waxa la yaabanaya doqonnimadooda
سيد هذا قرية كا حتى ماركتي يعني هدول يكون حتى بيك أيام دوتي حتى وطن وتريب عادي وايو تنزوي برام وطي ماركتي هدول يكون يجوزو دياري دشيكو كلامه ارتجي كرتيد ميل دار بالعاركة كاريك تيجني كان على يزوج زارين هنا وكأود بدين عيدا كفنتري قدم مركا أنا وحنوقع تكنو يعني تريب كي مع ليبيا مع الدل كده بدي ماركتي تلياني كنر ربو ينو دبالكو كلاميو وجزيرة مالكا دبالكو كلام قدي على الدري رجال الدري أنت تبقى اسمايا معنيه دورشة إني تشوف سلوكه باقي هذي حالك وتعني هاي يدو ورقد لصوصارة اسمك قالنه واكلك قلني أحمد مدوب وصوصارة ولي معنيه لقو الدرينا إن له تهريب بع أو ماش سدار سلوكه قالوا له قد قالهم دن أنت لك باك جحرن اسمايو حسن يكو حديث والله دوين باوغا حيران سان كوشيك برامشك بلوغي زارن تاني وحسن أما أنيق اللي هو أما أحمد اللي هو إساقي أحمد ماشا هتموذ جيو كران وانا اسكعد باي هدي مالك تي ماشا هز نكا دي رزل سوارا هو ايو مالك تي حمسا ها ان الها كورسك جنان كو قلي وما لين ما يا حمسا نبتيكي سونيسا قول دي ريان وحنو ما لين عيدن كمالصو حسوق دونا وغيران وحي تاين لدو أحمدو عيدن كخران كو بابي وماشا غروبان بين الغدا وطنطو حمسة دو تغانو حرالاين مارك حمسة في حمسة فكتم لغدي قول دور رسل ساري قرن كو كسمايو كو كحيري واساس وانن بساسا وانن بساسا وساسو يالي معناها هو سراب وحاني امو حرالا صاحبو ان احمدو ان ننك لدهو ان رسل ساري حمسة نفتيجي سلودي لكسمايو وهالكا مارك سيبل ورقد حريدو بيش عبصمي كدع سمايو يعني إلا نبديلو قدام ديلو سيبل ورا إيماناي صح civil war by money aad been u doontay inkastoo nasiib wanaageen laba jirib ogaadeen ay kala hayno la foosay isliin lix kala tirsadaan aad bisku dhawayn labada reerna degmada fudud ay wada degaan oo war kale weyn ma maxamed labada boo ugu badisa hadii doorashada la qashqashaado lagu guuleystana waa sidoo rabay hadii meesha dagaal sokeyo uu ka dhacana waa sidoo rabay isaga mar walba ha mar walba soo rabay waxa weyn oo rabana waxay tahay ninka la qaarijiyo xamsuu rabay isku raajinayo حمسة كتاب عمر داعد بوها نكن سيبو دغاجي لكن ماشا حمسة بو تاريبو ماشا سيدقار سكي وكرد عايا سومان اما كل انتو اما يوسو كل من والله تاريبك حمسة هادا وحو لمدي يعني يري مارك تي مارك تلياني جي جسيرة دن برنان كاي مالتال دو ومسليني عايستو ايا دقال كلادو تاريبي وحان قولي هاني كمور ريو مركا حسن شرق الله بلنبو ماشا كوطا هل لكن مرهدي ماشا سيسكو دعو معني وحا أوربا وحاوية دقال كاسوكاية دوني دينو يرادو ماشا نسكو دقالي دورشا مكرنع كرتو أما هدي الرئيس الوساري لدي لنا معركة يسي معني أرنتو ويبسيو عسلاني سا مركا إساق مرولبا دقال لذا إسكعلي نايا إسكعلي بو كعانا مالا سيدا سودونيا الرئيس الوسارة ودرا يا مركا صوما أدنو لطالية سياسات هدى وطشي اكتبا ننكا نقول حرامين وكورتو ودهو دورشا داز هدي ماشا دقال كدعو دهو نبض ماها waayo wuxuu musubix aad u rabay inay habar jecleeyeen nimanka dhubaantay isku dhamaadaan ama gudahan hartigayo garxajiga ana hartigo dhinaca iyo garxajiga oo habar jecla isku dhamaadaan kadibna dhow gobolada bariga Soomaaliland doorasho ka dhici karto laakiin waa la baajiyay hadda xasan filinkii oo kala wadaa baa barbaysaa sheegtay meeshii waa isku dilay ciidamada lagu dhameeyay rais wasaaraha baa lagu dhaawacay xataa ma ogin xataa maalinta nin dheer oo xamse weegin intee meeshii la geeyo lagu dhaawaco lugta laga duuduubo فيري كوحدان ميشا فيلمانتا اد بو جيران و فيري سايكولوجيكال وين اتفانتا نيمان كان ان لو دو ريزو جاري والو سمي يو ان تي وخا لاغا غادو سيكاستاي نوقوتبا وا ان احمد او بيدو رشدا لاغا دوقيو لاغا فول خمهيو لاغا وسخهيو ادولا كورن يلو دو ميشا فول خما كدخدا يو ان تي ساس وي و بوبا ما هرملها فيلم كلا لا بلاوي ربا كينيا نوغ سو دو شي كينيا عدو شيكاد ايتوبيا ما رغتي ساس او كلا ماركا ساي تاهيب حسن dena kasto loo rogo isagu wuxuu rumaysan inuu guul ka helayo hadii ciidanka la dhameeyana Soomaalida qeyr Jabaanka la dhaw ciidamadii indhi komando si wala dilay saasas iyadoo doonyihii Yemen laga keenay xuutiga la qarinayo marka waxaan u dhamaa shirqool xasana hadee xasana shirqoolku Soomaaliin ma inuu meel gaareeyo waa bushilan yahay xadoobi waxa la hadii dhigaysanayaan badda iska ilaaliya ugu dambeyntii dawladda Itoobiya maxay u taageersan tahay in markaysay Axmed Madobe doorasho dadban uu qabsado isla markaana dawladda federaalka doorasho qof fi cod aanay qabannin oo teendhadii la isugu yimaado maxay Itoobiya u rabtaa Itoobiya waxay rabtaa in maareeyay Axmedoobe iyo lafta gareen iyo Deni ay u joogan waaye iyaga heshiis fiican bay leeyihiin waana saamineen xasee sheekh Xasan Tuug Itoobiya marabta waxay rabtaa in lagu raqajiyo waaye Xasan waxaan dhibahayn geeska Afrika uu mu keenin madaxweynaha hore ee meesha nabad buu ka keenay dadka nabad waa kuwada noolaan karnaa
marka haday doobi danteeda ka dhaxraydo oo dowladahan Soomaali joogo oo dhana dantooda ka dhaxarkaan marka xasan weeye ka maaragtay boob iyo biliqi iyo balaayo ku jira dadkii la xasuuqay marka waxaan u maleynayaa ciidankan inuu la wuxuu rabaa in la xasuuqo san filayna aadanu the best of the best oo military intii ka hadhayba dunida lagu guri doona ay xuduudintu keenin doonan ila xasan dooyo ma lahayn ma ciidamada waa diyaar ciidamada waa la diyaariyo ha kismaayo ha ciidamada hadii la diyaariyo waxaan rumaysanahay ciidamada badankoodu koonfur galbeed baa laga keenay iyo maareeyta ciidamada kala daarood bay u badan yihiin san rajeynayo saraakiil hawiyana waa lagu daray waxa san aaminsan yahay oo malaha la dhahay hadhow duurka gala hadii ayna laag intay siiyaan shabaabkeena ayna dhihin ilaa laba shabaab oo shaqeeyaan waa ognahay in iyagana la dhihin dagaalka gala marka hadii maalmaha soo socda ay shabaabku dagaal galaan doorashada koor waxa la ogaan doontaa waa cadeyntii ugu dambeysay waa last reference oo ah cadeyntii ugu dambeysay in labada shabaab oo shaqeeyaan marka si kastoo noqotaba ciidanka waa la xasuuqi doonaa waana xasan wuxuu rabaa inuu maareeyo yiraahdo deesad sheegtay hadan marka la ku celiyo ciidanka baa la xasuuqay nabadgelyo ka jirta kan ninkan waa dambiil in kare waa saas waa gurbaanka si beebeenta u tunto haddii la ku rooyo meeshaana masiibo kale ka dhacdo kolka reeg Ismaayo waxa leeyahay Axmed oo adeer oo meesha u diyaar garow ninkii Xamse oo hadda loo bixiyay Xamse la soo gamay hadda taqaanan Shariif la soo gamay Xamse hadda waxa iimaan doona Xamse la soo gamay bal haybta ay badan naga fiiriyo waxa salaam calaykum aad buu maasayay walaalkeena Sayid Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo Studio Southern Media Corporation inoogu waramay si fiican buu u dhigay isaga ayaa barnaamijkeena ugu dambeeyay dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaalaha waxaan jecelaystay in markayse garoonka markayse aan baneeyo hadii Allah uu dalay oo ka raali noqdo maadaama markayse dad fara badan laga yaabo inay iga sugaayaan garoonka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo biidnillaahi baari Hees Abwaan Maxamuud Haaji Maxamed Tarash oo qaaday 30 sano ka hor abwaanka geeska Afrika ugu sareeya suugaanta mayga Maxamed Mooge waxa loo tiriyaa in uu macnahi haysto qaybta macnahi maxaaga ah marka loo fiiriyo cuudeynka cuudka uu tumo iyo sida uu u dhigo abwaan Tarashna ninka markaysa koonfurta haysta lagu tiriyaa abwaan Maxamuud Haaji Maxamed Tarash wuxuu leeyahay tacadi wuxuu ka waramayaa markaysa macnahi dadka aragtida macnahe wax iyagu aanay lahayn dusha laga saaro wuxuudana markaysa lala xumeeyo markaysa macnahe kadibna mar muddo ay soo wareegtay oo muddi uu isku tagtay ay ka shalaayaan ay dhaan ah waa qaldana ah waa qaldana marka abwaankan rabaa inaan markaysa macnahe heestiisi mayga aan sii daayo wixyar markaysa macnahe walaalo ayaa jiray soo wacay laakiin halkaas aan ku gabgabeyna تعدي ايالي لا دهيستان تعدي تعدي ايالي لا تعدي هيستاس تهلكو ينوال لها قف بسيبو ايا قانا وكسو قبقبين دون نهدي الله اود لأو كرال نغضو معنى بضن بيحان بارسان تا انك استوى كبان اي تهي داتكو ماركيسي هيساها كبان كا مجع لا سيدان اوغا هاي لكن وحي جعلين هيسا ميوزيقا عادقا اي اي اد اجعليهين بلس لكن انغو markayse mar wal murtida ayaan baadi goobayna yaani wixii murti ku dhisan ayaan feerin doonaa hadii Allah uu dalo ka raali noqdo marka abwaanka kolay mirihiisi fasiraado wadde waa qof af Soomaali ku heesa in la fasira macni waa fadul balse laakiin markayse laxan waa la saari kara muxuu ula jeeday mirahaasi waa la dhigi kara walaalkii soo wacaayo oo sirdoonka ah kuma kama qaban karo sababtay tahay markaysi hadda hawl baan ku jiraa hadii aad taleefan aan ka qabto waa lagu maqlaaya mana rabo in markaysi codkaaga meeshaan uu soo galo wayay heesta ayaan sii dayn doonaa biidnillaahi baari marka soo dhawaada walaalayaal insha Allah ta'ala abwaana soo dhaw maan sabni soo wacay qofba maan sabni soo wacay walaalkayow soo wacaya kama qaban kara telefoonka oo raali ah ma jawaabi karo taasina ogaatid waa hadda waadna ii jeedaa san qiyaasay
ورنيكي سوى عيو كاما قبان كرا تليفون بليس what's going on this one خوف كينو وحفاما وادي كالمعني انا بروك ساروهاي what's going on here وايه ديباتم يا دعلي ديب انو جرانو ملاينا يا I think وحانو ملاينا يا ماركي سيد ديبا اللي يلا سوى ذاك يا ديباتوي مانا قشورا magaalada muqdisho waxa la ii sheegay in dib uu ka jira hadda oo markaysay macnihi dhalinyarada 13 ka November u dabaal dagaysay in macni sidaan loo galay balaano eegno insha Allah dagaal uu dhacay baa la sheegaya okay laakiin waa ka sii socon doona biidni la hibaari شلي امي صدقتي رفدي كيك امي تكيت كاكو يفدي اوه تاتي بروق فدي شلي امي صدقتي رفدي كيك امي تكيت كاكو يفدي Oh, man, tau fane, ubogu makta bte, taffa mukohir lahaini, dat faram kiteg lahaini. تفهم كوهير لغاية تفهم كوهير لغاية تفهم كيتيج لغاية
أبي دكتا دوفو على هالوغا تران ترو دبوها شالي جيت كام وطوزنا بفني امي توكوكو فور فدي اوه طبعا بفني شالي جيت كام وطوزنا بفني امي توكوكو فور فدي أبوان محمود حاجي محمد طرش يا إنوسو قبقبيي آدي آدو أمهتسين يهي لقيستياشي يداود ياشا قيمها إيقايا لهو مقالة مقدشو ماركي سيدلين يرادا كسو جيدا ديقل أو مرفلي وحينا سو قاردي إن ماركي سيمعنه بلاي أي كالعضي مقالة مقدشو أو نبات اللو قيستي غاركود ودبال دقايا عالنك واي والعالبا هادا قد كجرى واي قصو النقطي لايفان كجرى وكبي حرى ومحاكو دريسان معلومة يرال نقو هادا وحاك أركاي فيسبوك وعيالكي ولا عيرتنا مفانك كو مركا مدل واد مد بحا زويل أن صاحبنا هاي وانا سلانكا ودا وحملين انا حسوس وطو لابدو كون سدح يطبنكي ويل دا إسماعيل ويلا وكوري هاي وحافدان بوصاصو والرحمة فرمشي كل أجري سيف يعني مرقما اللهم نبدو كده يسير أيو نكا واسنا غانا ودي ساري هذا اسكونا غانا اسكونا غانا بسيادك الرحمة أجي سوح كلها ويل دشي شوي أو فرمشي قدم فانت ما شاء الله سيف يعني مرقما معنك ودي وانكا اسكونا غانا وانين أهل الصلاة وانو ردين وي مركز عماتا وصحبك وانو حاني وفرد صلاة لينك وواو هذا إن شاء الله يوزران وده إن شاء الله مفانت ما شاء الله ولالك يو ماركيس السلان كل إيلاب إيقا قارسي ماركيس كل إيقا ضد فرب بدن وان إسكرينينا ضد بدن وي إيقانان ضد فرب بدن وان أقانا قار وحلقة يابا ماركيس معني وقتك إنو نكال إلوسيي شنط قاردو ده الله كلا وغا تاو عملنا يا ماشا إنا معلنك يغا عملنا ها أنيقا ماركيس أنا مقدشة معلنك وحالي قد البداي وقوي كدبنا ماركيس مقدشو وكبحي وقوي أيان معني وحبرشو وقالي لاي سدح دفع دوت أيان سوك عيرلو قوي قاه كدب أيان ماركيس معني كسو تيجي ماشي ماشي عليك سوك قرسينا أدي أدن قوسنا ماشي ولالك يو وكو مهدنقا يا إساقنا السلان كالي اللاب لإيقا قرسي دمان انت ماركيس معني اتقان وقاركود أن
arday iyo macallin aan isu noqonay rag iyo dumarba oo kumanaanka gaarayana hawadan ka salaamaya wixii nool waa ku salaamaya mar waxaan arkay xataa Addis Ababa anoo ma arkayse maraya baabuurta kostarada la raaca ma ogtahay marka baabuurti marka la raacay ma arkayse ani afitoobiyan ma aqaano baabuurka marka qaarba uu buuxa uu ciriiri kuraas marka gabar xijaaban oo Soomaali ah ayaa kursiga iga kacday ma aqaan ilaahay hadda waxay ugu dhahday macallinow macallinkayga tahay markayse macnihiisa sanooyin waa ku waayay markayse kursigan fariiso anaa istaagay markaas waxaan dhahay waa maadsan tahay laakiin hadda dumar baa tahay adaa mudan aniga nin ragaanahay macnihi sida hadda markayse aan oday aan u noqday waa ka roonaa markaas waxa way waa ka fudfududa markaas waxaan dhahay anuu meesha aanan isku qotomin kara waa qabsan kara ii fariiso marka dhammaan waa salaamayaa dadka ma arkayse macnihi aan isla soo halganay dad fara badanna carajiif aan isla noqonay sida xaqiiqada ah haddii dagaalada ay tahay ma arkayse haddii ay ma arkayse macnihi tahay dhanka dhalinyaranimada dhammaan waa salaamayaa qofna ma diida aniga laakiin waxaan ku ficnaa dadka waxay ii maleen qof isla weyn inaan ahay dhulkan la fariistaa dadka miskiinka ma arkayse taajirka dadkoo dhan ma kala fadilo that's why ano yar macallin markaan noqday caana noqday maasha Allah laakiin idaacadahan tirada badan markaasi ma jirin sidaan u malaynayo inta dhimatay ilaahay uu naxariisto inta noolna ilaahay markaysa uu naxariisto waalidiinteena Allah uu naxariisto annagana ilaahay noo naxariisto markaysa macnihii macallimeenteena waxna soo baray gaali islaamba kuwa gaalada ilaahay soo hanuuniyo gaalana wuxuu ina soo bartay kuwa muslimiinta ahna ilaahay waxaan baryaynaa in markaysa iyaguna wixii dhintay uu naxariisto inta noolna markayse macnihi in uu jannadii eebi ka waraa yacni inta noolna ilaahay inuu markayse macnihi u dambi dhaafa dunida aakhirada marka walaalayaal xisaabta meeshaas ay inoo joogtaa dhanka dhalinyarada hadaan u noqdo dhalinyaroy mar walba waa idin garab taaganahay ee xanuunka wana taabanaya in markayse la idin taabto balse laakiin waxaan rabaa marka aad xitaa dhimanaysaan tawxiidka inaad ku dhimataan isla markaasna qadiyadiina inaad ku dhimataan wax la idin yeeriyey inaad ka tagtaan markayse macnihi sidaasan anigu kulli macnihi ku dardaarmi lahaa hadda tusaale ahaan magaalada Muqdisho dhibaato ka dhacday ma naqaano waxa dhintay ma naqaano haday dhimasho jirto ilaahay macnihi naga koriyo dhaawac inuu jiro ma naqaano markayse wixii laakiin waxaan u jeednay muuqaal cadeynaya in dadka digil ama rifla ah ee markayse macnihi lagu dhibaateeyay meeshaas iyada ayaan markayse macnihi hadda ogahay kulli wararka isoo dhacaya hadda aan kula hadlaayo waa fiirfiirinaya wararkaasi ayaan eegayaa biidnillaahi baari haddii waxay ku soo kordheen sawiraa la ii soo dirdiraaya muuqaalaa la ila soo wadaagay macallinow aadanow dadkii reer okay waa la galay okay waan eegaynaa dadkii reer okay waa la weeraray la caawa okay weeraraa dhacay waa la ii soo dhigayaa meeshaan sidoo kale waxaa la leeyahay Cali Cabdullaahi Cusoble nin ay u qoran tahay oo madaxweynihii hore Galmudug wuxuu soo qoray sida la isoo diray hadda federaal nacala ku taal wuxuuna gaarsiiyay in wafdi ka socda Kenya ay u tagaan Axmed Madobe oo ay ku amraan inuu san soo dooran karin Puntland idinka ilaahay Soomaaliya way ka soo bixi doonta ceelkaad ku rideen hooyadii federaalka hooyadii federaalka nacalla ku yeel federaal iyo subhanallah ana hooyo macay karas sidee ida kalaan u afxumahay laakiin hooyo ay can't power inaan caayo ma kari karo iyo aabe intaba waaye wararan fiirinaya waayo Muqdisho waxa ka dhacay markaysa wala soo dhigay baraha bulshada sida xaqiiqada ah oo qoriya lagu bursanayaa dhalinyarada hubba lagu bursanayo la isoo diray wallahi ma nasiib darro aad weyn waay dadkan laakiin intaasi inay ayooda ka tashadana way garan laayeen ya intaasi ayooda inay ka tashadana ay fahmi laayeen intaasa loo qeylinayay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofka muuminka god labo mar lagama wada qaniino marka dad ciyaartii sida loo galay mar labaad loogu celiyay all the time macnay isku godkii galaaya I don't understand why dadkan wax ma fahmayaan miya
اوكي والله سوره بدنا على ايسو دراي بل سوره كان اسلف فيرين هذا او معني ليسو علامدي ايان ايق دونا سو مجد اسكر معني قريستا ايام اركيس معني ويلشا يا قبلها دقل او مرفله ما اركيس معني قريه كبر صنايه قراعايه ودباتينايه ودت شبل معني علن كود دبل دغاي مركه لواكن ما اركيس دت شعبه او علن كودي وتا ايا دت خبيسن وتوتا دولته قير كود وتا اي كبر صنايان مغالده مقدسه غدهيد مركه واد ارك كرتا ان ماشى الدوله رسميا اني كجرين ina si markay joogta marka tarashaab igu soo dhacayba abu an tarasha wuxuu yiri anagu ma dugaagaan hay yiri ma dad madhab la'aan aan hadaan digli mirfilnahay macnaheedu dadu waa su'aal u yiri su'aal u suwidii dadu su'aal waaye anaga ma dugaagaan hay dad aan dhalan maanahay macnaheedu dad ma damqanayna miya su'aalahaasi ayaa hadda igu soo dhacay waana daaraya tarasha uu soo dhawo Dad, dalam hati, tuhan ada.
وياه وركه معني انك سو غاراي مغالدا مقدشو waxay noo xaqiijinayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa si toos ah macnahe u garaacayay wiilasha ee markaysay macnahe digl ama mirifle ama qoomiyadda Maylan watay calankooda marka xaqiijintaas aan hadda markaysay weydiinayay markaysay in burcad ay tahay dadka macnahe dhibaatooyinka sameeynaayay waxa dhibaatooyinka sameeynaaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisi oo qabiilaysan sida la sheegay kulay waa bari doona markaysay dadka wax gaareeyna marka waa idin salaamayaa biidni la hibaari muqaalkan muqaal xikoor hadina la kala qaato balantayn waxa weeye firdowsa